السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الاهلي. في النص الثاني من ملعب الاهلي النهارده هيكون معانا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه حسني. هنتكلم بالتاكيد على المباراه اللي بيتكلم فيها كل افريقيا او بتكلم عنها كل افريقيا وكل العرب بالتاكيد، وهي تجمع بين فرقتين بالتاكيد في الوطن العربي والمنطقه العربيه، الاهلي والترجي. كل التوفيق للاهلي. 72 ساعه فقط، 72 ساعه فقط، ويبدا الشوط الاول من مباراه من شوطين. الشوط الاول في استاد برج العرب باذن الله الساعه 9 يوم الجمعه 2 نوفمبر باذن الله تعالى، والشوط الثاني هيبقى في رادس يوم 9 نوفمبر باذن الله في ملعب رادس. كل التوفيق لكل الاهلاويه، كل التوفيق لكل اللعيبه. مهم جدا 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 ترفع بالمعنويات، مهم جدا الدوافع تكون موجوده، واكيد هتكون موجوده وليه لا، وانت بتتكلم على النهائي الافريقي، البطوله الاهم في قاره افريقيا، البطوله اللي بينتظرها كل الناس وحلم كل الانديه الافريقيه من شرقها لغربها لوسطها، لكل الانديه في كل افريقيا، غرب افريقيا، شرق افريقيا، وسط افريقيا، شمال افريقيا، كله بيتمنى ان هو يكون في اللحظه اللي هيبقى موجود فيها الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. اقل من 72 ساعه من دلوقتي ويبدا اللقاء، اللقاء اللي هيديره تحكيميا الاقرب لحد دلوقتي، وحاجه غريبه جدا، اول مره الكاف يبعت جوابات للاهلي فيها كل حاجه، او يبعت جوابات للانديه سواء الاهلي او الترجي فيها كل حاجه، المنسق من ليبيا والمراقب من تقريبا من المغرب وكل العناصر اللي موجوده في المباراه النهائيه ما عدا حكم اللقاء او اللي مش موجود حكم اللقاء ده، يعني بقى استفسار او لغز ولا حاجه، لكن حله بسيط جدا. مهدي بن عبيد هو المرشح الاول والاقوى لاداره اللقاء الاول على الاقل في مباراه الاهلي والترجي. طالما اللي حوالين المجموعه اللي في الاجتماع الفني منسق عربي ومراقب عربي و كل الطاقم اللي هيبقى موجود في الاجتماع الفني او اللي هيحضر الاجتماع الفني اللي يسبق اللقاء كلهم عرب، يبقى مش محتاجه ذكاء، يعني مش محتاجه فكر كبير ولا يعني اسئله محتاجه اجوبه، يبقى اكيد الطاقم التحكيم برضه عربي اكيد، يعني اعتقد ان هو طالما برضه يعني الامر بشيء يذكر، في 6 حكام موجودين هنا في مصر زي ما قلت لكم، لان هم بيتمرنوا على تقنيه الفار اللي هيبدا بيها الاتحاد الافريقي لاول مره في اي بطوله، في تقنيه الفار هتبقى موجوده في نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مش محتاجين تاشيرات. يبقى الستة اللي موجودين هنا معظم حتى المساعدين عرب، معظم المساعدين اللي موجودين عرب، فبالتالي زي ما قلت لكم بكري جسامه موجود و سيكازيو موجود وكمان عندك بابلاج موجود وعندك مهدي بن عبيد موجود وبكاري زي ما قلت موجود وجوميس موجود وجهاد جريشه موجود، لكن جهاد جريشه هيستبعد طبعا لاداره اللقاء سواء هنا او هناك لانه حكم مصري، فبالتالي اعتقد ان مهدي بن عبيد بنسبه 99% يعني هو اللي هيدير اللقاء، ايا كان بقى الوضع اعتقد ان الحالات التحكيميه هتبقى يعني بمنتهى العداله، لان في تقنيه الفار، يعني اي شك في اي جول او بنالتي او ما شابه ذلك، تسلل ولا حاجه، تهيألي يعني هتبقى الدنيا كويسه جدا يعني. وبرجع اقول ان الاتحاد الدولي فرض على المساعدين ان هو يتأنى شويه في رفع الرايه، لان انت ممكن ترفع الرايه تعمل بايدك اليمين مثلا وانت حكم مساعد اول او حكم مساعد ثاني، فتوقف اللعب وهي كره مش تسلل، فانت تسيبها حتى لو كان الخطأ موجود هيتم تعديله بعد كده، لكن لو انت رفعت هتمنع الهدف او هتمنع الفرصه يعني. على العموم النهارده حلقتنا مختلفه خالص في ملعب الاهلي، مش هنتكلم كتير، مش هنتكلم خبري او موضوع بنتناقش فيه مع حضراتكم، لكن من خلال السوشيال ميديا وصفحتنا على قناه الاهلي وملعب الاهلي تحديدا يعني اختاروا لاعب الشهر. النهارده 30 اكتوبر، فبمناسبة 30 اكتوبر كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب، اسطوره الملاعب العربيه والافريقيه واللاعب طبعا الاشهر في عالم كره القدم سواء عربيا او افريقيا، فكل سنه وحضرتك طيب. لاعب الشهر لازم تبقوا واخدين الامر كده بشكل كويس قوي من خلال الاداء والارقام. الشهر ده ما كانش فيه مباريات كتير، لكن من وجهه نظركم بقى ورايكم ومتابعتكم مين لاعب الشهر في الاهلي النهارده وبكره؟ بكره ان شاء الرحمن ممكن نعلنها، لان بكره 31 اكتوبر باذن الله تعالى. طيب المره دي حلقه كلها فنيا، هنخش مع بعض الملعب وهنشرح شويه فرقه الترجي بالمدرب بالاسماء بطريقه اللعب بالامكانيات بالقدرات. فرقه الترجي محفوظه لكل الاذهان وكل العقول المصريه والاهلاويه تحديدا، يعني مش غراب علينا ولا احنا غراب عليهم، لان بيننا وبين بعض يعني مباريات كتيره قوي، بيننا وبين بعض بطولات كتيره جدا. لكن هبدا بعنوان عملته مجله الاهلي اكثر من رائع، رغم ان هو بسيط جدا 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 لكن في عمق رهيب جدا. هاتوها، ده كان يعني صفحة الأهلي الأولى أو مجلة الأهلي الأولى، فعلا فعلا يعني مختصر مفيد جدا من عبارات كتير وجمل كتير ممكن تتقال،
لكن بحييهم طبعا على الموضوع او على البساطه اللي هي فيها. كاس افريقيا غالي جدا، اهم بطوله في القاره، اهم بطوله في البطولات. عشان كده هقول للاعيبه الاهلي بقى، ارجع لي كده بعد اذنك، هقول للاعيبه الاهلي احنا واثقين فيكم جدا 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 جدا، لكن عليكم ان تثقوا في انفسكم، عليكم ان تثقوا في انفسكم. كل الثقه احنا متاكدين ان انتم عندكم الامكانيات والقدرات، فثقتنا جايه من التاريخ، جايه من شخصياتكم، جايه من امكانياتكم، جايه من قدراتكم، لكن قبل ما احنا نثق فيكم انتم كمان لازم تثقوا في نفسكم. بعد الفاصل هنخش الملعب مع بعض، مش هنتكلم على حاجات كتير في الاخبار وما شابه ذلك، والترتيبات والتنظيمات هتبقى على اعلى مستوى، سواء كان من النادي الاهلي اللي عامل لجنه للقاء يترأسها الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والعميد محمد مرجان، والاستاذ خالد الدرندلي، والمهندس ابراهيم كفراوي، كلهم لتنظيم اللقاء وخروج اللقاء على الوجه الامثل. كمان الجهات الامنيه انا متاكد ان المباراه هتخرج زي الالف وزي الفل باذن الله، وهتبقى حاجه كبيره جدا لان افريقيا كلها بتتفرج عليه. لا هنروح فاصل وبعد كده هرجع مع حضراتكم هنا على الشاشه بقى، نتكلم من المدير الفني وخط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم وطريقه اللعب بتاعتهم والشرح معانا من خلال ملعب الاهلي في النص الاول، وبعد كده النص الثاني كمان هناكد على المعنى. جماهير الأهلي وهي تمني النفس بحصد اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا والانفراد بالقمة بعيدا عن المنافسين، بعدما غاب زعيم إفريقيا عن منصات التتويج بالبطولة منذ عام 2013، حيث حصد الأهلي آخر ألقابه على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي. عند عبد الله ودي التسديدة ودي عبد الله، جول 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 أبو تريكة. لم ولن تنسى الجماهير الحمراء اللقب الإفريقي الأول الذي دخل دولاب بطولات القلعة الحمراء عام 1982 على حساب أشانتي كوتوكو الغني، الذي من خلاله بدأت قصة الحب بين الأهلي والأميرة الإفريقية في رحلة الألقاب الثمانية التي حصدها زعيم إفريقيا، حيث كانت أول مباراة نهائية بالبطولة يخوضها النادي الأهلي في تاريخه بعد أن كان قريبا للغاية لاقتناصها موسم 81، إلا أنه انسحب أمام تيزي أوزو الجزائري بسبب وفاة الرئيس السادات. الأهلي خلال هذه النسخة من البطولة خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات داخل الأرض وخارج مصر، خسر مبارتين، تعادل في 3 مباريات. كانت أكبر نتيجة له الفوز أمام يانج أفريكانز في دور 16 بخماسية نظيفة، حيث سجل 16 هدف فيما استقبلت الشباك 5 أهداف. في 28 من نوفمبر على استاد القاهرة الدولي أقيمت مباراة الذهاب أمام 60,000 متفرج. تزينت مدرجات استاد القاهرة الدولي بالأعلام الحمراء والبيضاء والصفراء وروابط المشجعين بمختلف المحافظات. تواجد وفد وزاري كبير برئاسة فؤاد محي الدين رئيس الوزراء. سيطر الأهلي على المباراة، صنع المجري مصطفى عبدو 3 أهداف، سجلهم محمود الخطيب هدفين في الدقيقتين 13 و34 على ميهوب في الدقيقة 19 في يوم 12 من ديسمبر بمدينة كوماس الغانية، وبحضور أكثر من 70,000 متفرج أقيمت مباراة الإياب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سجل لأشانتي جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلي محمود الخطيب في الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار، ليتوج الأهلي بأول ألقابه الإفريقية. قام الرئيس الغني جيري رولينجز الذي انتقل من العاصمة أكرا إلى كوماسي سلم الكأس إلى محمود الخطيب. انبهر الرئيس الغني بهتافات لاعبي الأهلي بعد المباراة، تحيا مصر، ليرددها معهم. وكاننا محتاجين الى نصر رياضي بالفعل يتحرك على رجال النادي الاهلي.
المره دي الامر مختلف شويه. احنا هنشرحه طبعا على الشاشه عشان حضراتكم تبقى داخلين في الملعب على طول وعارفين كويس قوي الاهلي هيلاعب مين وبقوه الترجي عامله ازاي وخط دفاعهم عامل ازاي وخط وسطهم عامل ازاي، حتى المدرب مش هنسيبه في حاله. لكن في النهايه خليني اقول لكم، يعني هم بيقولوا لي دلوقتي هشام حسن واحد دقيق قوي دقيق قوي هشام حسن، قال لي لا التقنيه الفار اتطبقت في السوبر الافريقي السنه اللي فاتت ما بين الوداد ومازيمبي. انا بتكلم على دوري الابطال، يعني السوبر الافريقي كان ما بين الوداد ومازيمبي السنه اللي فاتت، على العموم انتهى طبعا بفوز الوداد 1-0 تقريبا في الدقيقه 86 من ركله جزاء او 82 حاجه كده. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. فرقه الترجي مع الاهلي مواجهات كتيره جدا، معظمها بيبقى بيتمتع بمشاهده عاليه جدا حتى في الادوار العاديه او حتى في الادوار التمهيديه. خليني اقول لكم ان حتى في دوري المجموعات وهي بطوله او اسف يعني مباريات بيبقى فيها اكنك دوري بالظبط، بيبقى ما فيهاش حاجه فاصله ولا فيها حاجه نهائيه، وده اتكرر مع الاهلي تقريبا مع الترجي حوالي مرتين او ثلاثه، مره كانت في الكونفدراليه ومرتين كانوا في دوري الابطال. لكن خلينا نتكلم من خلال الارقام بقى مع بعض قبل ما نشرح التشكيله والامور الفنيه ونمشي مع بعض فيها. خلينا اقول لكم ان الاهلي والترجي قابلوا بعض 18 مره، وده عدد كبير جدا في المواجهات العربيه الافريقيه، عدد كبير جدا في بطوله او بطولات افريقيا المختلفه، معظمها كان في دوري ابطال افريقيا، المعظم كان في دوري ابطال افريقيا. لا لعبوا 18 مره، الاهلي فاز في 7 وتعادلوا في 8 والترجي فاز في 3 واهداف الاهلي 19 وعليه 11. لكن هنقف وقفه هنا مع الارقام اللي ما بين الاهلي والترجي، هنلاقي ان الاهلي لما كسب 7 كسب الترجي التونسي 7 مرات، تخيلوا ان منهم اربع مرات في رادس، يعني 4 مواجهات من اصل 7 فوز للاهلي في رادس، 3 كانوا 2 منهم على استاد القاهره، الثلاثه الفوز اللي كانوا داخل مصر، يعني 3 في داخل مصر، 2 كانوا على استاد القاهره، كانت نتيجه 3-0 في دوري المجموعات 2006 او 2007 2008 حاجه كده، ومره في قبل نهائي طبعا الشهير بتاع انورامو لما كسب الاهلي 2-1 كان الهدفين لمحمد فضل واحمد فتحي. المواجهه الثالثه اللي كسب بيها الاهلي الترجي هنا في مصر كانت في الكونفدراليه تحديدا في 2014، واللي فاز فيها الاهلي 3-0 كان في استاد السويس، لو تتذكروا الاهداف كانت لمؤمن زكريا هدف وكان عبد الله السعيد احرز هدفين. دول الثلاث مرات اللي كسب الاهلي الترجي فيهم في مصر هنا، لكن الاربع مرات اللي كسبهم الاهلي هناك كانت في رادس، مره كانت او مرتين كانوا بنتيجه واحده اللي هي 2-1 موسم 2012 النهائي الشهير والمعروف جدا كل الجماهير الاهلاويه عارفاه، 2-1 الاهداف كانت لجده ووليد سليمان، والمره الثانيه 2-1 كانت السنه اللي فاتت الاهداف كانت لعلي معلول واجاييه، ومرتين 1-0، يعني مرتين في رادس 2-1 ومرتين 1-0، مره كانت 1-0 بهدف لجون انتوي لاعب المقاصه في الوقت الحالي، والمره الثانيه اللي كانت السنه دي تحديدا على ملعب رادس وكان الهدف خاص بوليد ازارو. يبقى 4 مرات من اصل 7 فاز فيهم الاهلي، 4 في رادس هناك في تونس و3 هنا في مصر. طب نرجع بقى للاهم، للبطوله الاهم او للي احنا فيه او العصر اللي احنا فيه او المباراه اللي بينتظرها كل افريقيا. عايز اقول لكم من خلال الارقام قبل ما نتكلم برضه على الامور الفنيه، من خلال الارقام تخيلوا ان الترجي دي المباراه رقم 12 بالنسبه له او 13 بالنسبه له، اللي جايه دي مباراه الاهلي 13 السنه دي بالنسبه له، والمباراه النهائيه هتبقى ال 14 بالتاكيد. لكن خلال ال 12 مباراه اللي لعبهم الترجي وخاض بيهم كل البطوله لحد ما وصل لمواجهه الاهلي، عنده شويه ارقام. شيل الارقام دي يا سمير بعد اذنك لان هقول ارقام من السنه دي بقى. عنده شويه ارقام عجيبه غريبه جدا عجيبه جدا. الترجي لعب 12 مباراه، تخيلوا ان هو احرز 15 هدف من ال 12 مباراه اللي خاضهم الترجي السنه دي في البطوله بتاعت السنه دي 2018، جاب من ال 12 15 هدف. ماشي مفيش مشكله، 15 من 12 يعني معدل الاهداف جول وشويه جول وحته، لكن الاغرب انه جايب 13 في رادس على ملعب الترجي التونسي وهدفين بره ارضه، يعني خلال ال 12 مباراه جاب هدفين بس بره ارضه. طب الاهداف اللي دخلت فيه بقى، تخيلوا انه دخل فيه 8 اهداف. العجيب جدا 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 انه دخل فيه 8 اهداف 7 على ارضه، يعني الطبيعي جدا حتى لو دخل فيك 8 اهداف وده عدد مش قليل يعني، لكن الطبيعي مثلا يبقى 6 بره ارضك وهدفين على ارضك، لا ده هو عامل المعادله الاصعب، في 7 اهداف على ارضه. الاهداف كانت هدفين في كامبالا سيتي لما كسب كامبالا 2-1 او 3-2 اسف، وهدفين لما لعب قدام اول اغسطس في المباراه اللي فاتت وكسب 4-2، وهدف في النادي الاهلي اللي هو جابه وليد ازارو، وهدف
للنجم الساحلي لما كسب النجم الساحلي 2-1 في دور الثمانية، وكان هدف في الأدوار التمهيدية الأولى. والهدف الوحيد اللي دخل في الترجي التونسي بره أرضه من أصل 6 مباريات، لما أنت بتلعب 12 أكيد في 6 جوه و6 بره، يبقى في 6 اللي خارج أرضه دخل فيه هدف واحد بس كان من أول أغسطس بس كان في الدور اللي قبل النهائي. يعني تخيلوا كل الأدوار اللي خاضها الترجي سواء كانت تمهيدية أو دوري المجموعات أو الدور الثمانية أو الدور قبل النهائي دخل فيه جول واحد بره أرضه بس كان من أول أغسطس. وده مؤشر يدينا علامة أو دلالة سواء كانت فوز أو تعادل. يبقى إذن الترجي ما خسرش بره أرضه خالص غير مباراة واحدة بس أو قدام أول أغسطس لما خسر 1-0. يعني الرقم ده أنا وقفت عنده لأنه عجيب شوية، يدخل فيك 8 مباريات 8 أهداف من أصل 12 مباراة، 7 على أرضك، دي أعتقد إنها كتيرة شوية، جول واحد بره أرضك. إذا حالة التركيز خارج للترجي التونسي بره أرضه بتبقى عالية جدا 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 بدليل الأرقام اللي أنا قلتها دلوقتي. طيب اللي بيتولى المسألة الفنية أو القيادة الفنية في الوقت الحالي لفرقة الترجي واحد عنصر شاب جدا جدا في الكرة التونسية وعالم التدريب التونسي، هو معين الشعباني ده اللي قدامكم ده. معين الشعباني ده واحد من العناصر الجيدة جدا جدا والمتلازمة مع فرقة الترجي بقاله سنوات، يعني كان مساعد مع الفوز البنزرتي في السنة اللي فاتت، وكان مساعد قبل كده كان يعني مدرب ثالث وبعدين بقى مدرب عام مع فوز البنزرتي أو ما قبل فوز البنزرتي حتى، وبقى مساعد أو مدرب عام مع خالد بن يحيى اللي هو كان قبليه على طول واللي بدأ البطولة الأفريقية وتم إقالته من حوالي شهر ونص ولا حاجة يعني. لكن معين الشعباني هو مواليد تخيلوا 81، يعني الراجل اللي قدامكم ده اللي هو هيتولى القيادة الفنية في نهائي هو الأكبر والأقوى في القارة الإفريقية عنده 37 سنة. الراجل ده عنده 37 سنة، هو المدير الفني لفرقة الترجي التونسي اللي هيقابل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة اللي جاية يوم 2 نوفمبر، والنهائي الختامي هيبقى 9 نوفمبر في ملعب رادس. صفاته هو جيد جدا بالتأكيد، يمكن أنا كمان على المستوى الشخصي اتعاملت معاه واتكلمنا كتير جدا، لكن حالته داخل الملعب أو أثناء الملعب تميل شوية للعصبية، يعني مع ردود الأفعال بتاع فرقته أو ردود الأفعال حتى بتاعة الفرقة اللي قدام أو الجهاز الفني في الحتة التانية بيبقى ساعات مركز معهم شوية، يعني ممكن كان يبقى بيننا وبين بعض مناوشات، لكن في النهاية كل الاحترام والتقدير ليه لأن هو شخصية محترمة جدا وجديرة بالاحترام، وممكن حتى مع قرارات الحكم أكتر واحد كان بيتكلم مع الحكام، أكتر واحد من الجهاز كان ممكن يتكلم مع الحكم سواء قبل اللقاء أو أثناء اللقاء أو بين الشوطين، لكن هو عقلية فنية لما تيجي تتكلم معاه بعد اللقاء أو قبل اللقاء تعرف إن هو دماغه كورة، الدماغ بتاعته هو دماغه زي كده، بدأ الشعر يروح يعني الشعر كله بدأ يروح زيي، لكن هو دماغه كلها كورة. الراجل اللي قدامكم ده عنده 37 سنة، متولي القيادة الفنية لفرقة الترجي، بيثقوا فيه جدا جدا هناك بدليل إن هو كان مساعد مع فوزي البنزرتي وكان مساعد مع خالد بن يحيى، والنهارده بيتولى القيادة الفنية. شخصية كويسة، ردوده كويسة، تعامله في الملعب كويس، بيوجه كويس، يعني مسيطر ولا لا ده اللي هنعرفه بعد كده، لكن في النهاية ده مؤيد أو معين الشعباني المدير الفني لفرقة الترجي التونسي. طيب هل معين الشعباني هيلعب بنفس الأسلوب اللي كان بيلعب بيه فوز البنزرتي أو حتى خالد بن يحيى؟ ما أعتقدش خالص. ليه؟ فوز البنزرتي كان له مدرسة خاصة، فوز البنزرتي عنده مش مسألة الأنا عالية، يعني عنده حتة الكرة الهجومية على طول، دايما خط دفاعه واقف لقدام شوية، يعني بيقابله من قدام شوية سواء كان داخليا أو خارجيا، وأكبر دليل على كلامي السنة اللي فاتت لما لعبناهم في برج العرب وتعادلنا 2-2 في أول 10 دقايق أحمد الشيخ جاله انفراد ووليد أزارو جاله انفراد، حتى البنالتي اللي عمله وليد أزارو أو اللي جابه وليد أزارو وكان متسبب فيه وأحرز منه عبد الله السعيد لو تتذكروا، كان الخطوط مفتوحة، المسافات ما بين الباك والسرد باك كانت عالية جدا، وحتى معز الدين بن شرفية الحارس المرمى كان بيأكنه ليبرو شوية. فدي شخصية فوزي البنزرتي اللي هو بيلعب كرة هجومية على طول داخل أرضه بره أرضه، يعني النتيجة إيه، النتيجة كام، فاضل قد إيه من اللقاء، ودي كلها حسابات ووجهة نظر شخصية إنها حسابات في بعض الأوقات تبتعد عن المنطق أو الواقعية، لكن في النهاية ده الراجل ده معين الشعباني تعامل مع فوز البنزرتي وكان مساعد ليه. بعد شوية تمت إقالة فوز البنزرتي، وكان السبب الرئيسي من إقالة فوز البنزرتي هو فوز الأهلي هناك عليه 2-1، وبعدين اشتغل مع خالد بن يحيى. طريقته في اللعب أعتقد أنها تختلف شوية. هتختلف ليه؟ هتختلف لأن هو عارف الأهلي كويس قوي،
ودارس الاهلي كويس قوي، مش من المباريات اللي احنا فيها بس، لا ده من سنين وسنين وسنين وسنين، ومرت عليه احداث كتيره جدا في ذهنه. كان هو متفوق في النتيجه وعايز يعني نتيجه معينه لصالحه، هي الاقل من المكسب مثلا زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان متعادل 2-2 هنا وعايز نتيجه اقل، فلما اتعامل مع الاهلي باسلوب معين ما نفعش. فاعتقد ان هو في خيالاته او في ذهنه كيف يتعامل مع الاهلي داخليا وخارجيا، وده هيزيد من صعوبه مواجهه الاهلي مع الترجي التونسي. ان الراجل ده صغير في السن صحيح، لكن ما اعتقدش ان حد بيوصل ان هو صغير، ده عنده خبرات كتيره جدا وكبيره جدا، وتحديدا مع الاهلي يعني في كل المواقف بقى، يعني سواء كان متعادل مغلوب فايز متقدم اثناء اللقاء ولا حاجه، فالخبرات دي كلها بيجمعها الراجل في ذهنه. ايا كان بقى دماغه هتبقى ماشيه ازاي وهيتلعب ازاي، احنا اعتقد ان احنا يعني مش محتاجين حد يقول لنا التشكيله هتبقى عامله ازاي في فرقه الترجي، لان احنا حافظينها عن ظهر قلب، زي ما حافظين فرقه الاهلي وطريقه اللعب بتاعه الاهلي هنبقى حافظين برضو طريقه لعب الترجي. طب تعالوا نشوف كده الترجي هيلعب ازاي بالطريقه بتاعته ازاي والتشكيله ازاي. دي تشكيله الترجي احنا عاملينها بطول الملعب، هي طبعا مش هتبقى بالشكل ده، لكن عشان اسماء عندكم تبقى حافظينها. كل جماهير النادي الاهلي وكل المتابعين للنادي الاهلي والمساندين للنادي الاهلي لازم تبقى عارفه واحد واحد من فرقه الترجي وامكانياتهم وقدراتهم عامله ازاي. ده انا كده طالع ولا الدنيا ايه؟ انا هقلب فيها دكتور توفيق عكاشه. ها ماشي، هنا ده معز الدين بن شرفيه، اعتقد ان هو ممكن يبقى هو اللي له البدايه، ده كده له البدايه. اوكي، ده له البدايه، يعني رامي الجريدلي او الجريدلي، رامي الجريدلي كان واحد من الحراس المميزين جدا، لكن عليه حمله دلوقتي هناك في تونس ان هو ما يبداش اللقاء مع شخصيه مؤيد او معين الشعباني. البدايه لسه، اعتقد ان هو هيتجنب الصدام مع الجماهير فهيبدا بده، اعتقد كده من خلال الرؤيه ومن خلال التوقع اعتقد ان هو هيبدا بمعز الدين بن شرفيه. معز الدين بن شرفيه ورامي الجريدلي مش بعاد عن بعض في المستوى في الوقت الحالي، يمكن ده عنده خبرات كتير قوي، اللي هو معز الدين بن شرفيه عنده خبرات، بس هو حارس مرمى جيد على فكره مش وحش، يا يعمل احسن حاجه في الماتش يا يبقى وحش جدا، يا يعمل دور جامد جدا ورائع جدا، وده حصل معاه حتى في نهائي 2012 لما لعب الاهلي قدامه والاهلي كسب 2-1، لكن كان له دور كبير قوي ان النتيجه ما تروحش لاربعه وخمسه، صد ركله جزاء من ابو تريكه وصد انفرادات من عبد الله السعيد وصد تسديدات من حسام غالي ومن وليد سليمان وسيد حمدي، عمل مباراه رائعه جدا في 2012، بس متهور شويه. يعني ايه متهور؟ يعني تلاقيه بيتحرك كتير. انا مش مدرب حراس مرمى لكن عندي خبره في المكان اللي زي ده، كان مثلا التعامل معاه يبقى ازاي، مش كل كره هتتحرك عليها ومش كل كره تتعامل معاها، يعني هتلاقيه مستعجل قوي في الخروج، كرات عرضيه، كرات بينيه، كرات طوليه، كرات معرفش ايه، سريع الحركه يعني دائب الحركه بشكل كبير قوي داخل عند حراسه المرمى، فتلاقيه هنا وتلاقيه هنا وتلاقيه هنا وتلاقيه هنا وبيلعب على التوقع. ففي ساعات المهاجم بيبقى ذكي، فساعات بيتعامل على دماغه فبيقع في المحظور، اللي هو معز الدين بن شرفيه اللي انا اتوقع انه هيبدا اللقاء مش رامي الجريدلي اللي هو الحارس الاساسي في الفتره اللي فاتت، والراجل اللي هو معين الشعباني بيدافع عنه جدا في الاعلام التونسي هناك، اللي هو رامي الجريدلي ده بيدافع عنه معين الشعباني جدا، لكن معين الشعباني يعني مش ما اعتقدش ان هو هيستحمل ان هو يلعب رامي وبالتالي في انتقادات عليه فيخسر، فيبقى وهو مدرب لسه صاعد برضه، فاعتقد ان هو هيلاعب ده. يعني هم الجماهير التونسيه او الاعلام التونسي بيقول على رامي ان هو كان السبب في الاهداف اللي دخلت في اول اغسطس سواء كانت في انجولا او حتى الهدفين اللي دخلوا في رودز. طيب ايا كان حارس المرمى شرحت لكم مميزات ده ومميزات ده، لكن السرد باكين مش هيخرجوا عن الاثنين دول. ده اسمه شمس الدين الزوادي، اوكي، عنده تقريبا 30 سنه، وده خليل شمام. خليل شمام هو القائد، خليل شمام ده القائد بتاعهم، دول السرد باكين. خليل شمام ده باك ليفت في الاساس، ما لعبش الماتش فات لانه كان عنده طرد، لعب واحد اسمه محمد علي اليعقوبي، جاب جول، رغم ان هو جاب جول لكن اعتقد ان معين الشعباني برضه هيلعب بده لخبرته، الكبيره جدا جدا اللي هو خليل شمام. طيب في حد يقول لك طب ما ممكن يلعب محمد علي اليعقوبي وخليل شمام يلعب باك ليفت مكان الراجل ده اللي هو ايمن بن محمد. ايمن بن محمد ده لعيب مش بقاله كتير في الترجي، هو جه السنه اللي فاتت في اواخر السنه اللي فاتت تقريبا في 2017 او 2017 تقريبا، هو مش كان محترف في الدوري الايرلندي تقريبا، يعني في الدوري الايرلندي وهو تونسي الجنسيه بالتاكيد، وبيقولوا عليه علي معلول الثاني،
يعني علي معلول الثاني ده وصفه هناك، لكن انا هتكلم على قدراته. قدراته ان هو بيلعب في الهجوم او العمق الهجومي زي علي معلول بالظبط، يعني دايما بياخد من ورا الباك، الباك رايت وما بين السرد باك، الحته اللي ما بين الباكين او السرد باك والباك، زي علي معلول بالظبط، قريب جدا من ريتم علي معلول، وده خطر جدا 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 جدا. واخطر حاجه على الاهلي، افتكروا كلامي كويس قوي قوي، اخطر حاجه على الاهلي هتبقى الراجل ده ويوسف البلايلي اللي قدام، هيبقى ايمن بن محمد ويوسف البلايلي اللي قدام، هيبقوا الاثنين ناحيه احمد فتحي. احمد فتحي هيبقى محتاج مساعده مهمه جدا من اللي هيلعب قدامه. اخطر حاجه على الاهلي هتبقى في مواجهه الاثنين دول، ايمن بن محمد ويوسف البلايلي في مواجهه احمد فتحي. لو مفيش مساعده مع احمد فتحي هيبقى الامر صعب جدا، لازم هيبقى فيه مساعده. ليه؟ لان كل مره بيلعب خليل شمام هو بطيء، كل مره الاهلي بيواجه الترجي كان بيلعب خليل شمام هو اللي في الباك ليفت، هو بطيء، فبالتالي ما كانش بيبقى فيه صعوبه شديده قوي، لكن ده عنده سرعه كويسه وعنده تحرك في العمق رائع جدا، فبالتالي لازم اللي يلعب قدام احمد فتحي من الجناحين يكون عنده قدرات دفاعيه كويسه، لازم يرجع مع ده، لازم يرجع مع ده. هتقول لي احنا بنلعب على ارضك وارضنا ووسط جمهورنا ومطالبين بالهجوم، الكلام ده انا يعني بحترمه جدا واقدره، لكن في نهايه في عالم كره القدم لازم تعرف تدافع كويس قوي عشان تعرف تجيب جوال وعشان تغير من الدفاع للهجوم وانت كمان يعني منتشر بشكل كويس، فما ينفعش يبقى في حاله عندك 2-1 على طول او 2-1 بشكل مستمر يعني. طيب نرجع تاني للتشكيله، يبقى شمس الدين الزوادي وعندك خليل شمام وباك ليفت ايمن بن محمد وباك رايت سامح الدربالي. سامح الدربالي، سامح الدربالي ده واحد من العناصر القديمه شويه في فرقه الترجي وخبره كبيره جدا، والسنه اللي فاتت كان له تجربه مع اهلي طرابلس لو تتذكروا، ولعب قدام النجم الساحلي في دور الثمانيه السنه اللي فاتت وخد سنه كامله مع اهلي طرابلس، لكن الاساسي بتاعهم كان ايهاب المباركي، اساسي بتاع فرقه الترجي ايهاب المباركي. هم اضطروا يرجعوا سامح الدربالي ده، اضطروا يرجعوا سامح ده، هو مدافع قوي جدا وصلب جدا، وحته القدرات الهجوميه واحد ضد واحد مش عالي قوي، لكن بيستخدم قوته واشتراكاته والتحاماته قويه جدا، لكن الاساسي كان ايهاب المباركي. ايهاب المباركي ده راجل اتعور عنده رباط صليبي، فبالتالي تم ابعاده، هو رجع الماتش اللي فات ولعب قدام حمام الانف المباراه من اولها، لكن اعتقد ان هو مش هيدفع بيه ولا هيغامر بايهاب المباركي اللي هو الاساسي اصلا في وجود سامح، وخصوصا انت بتلعب في المباراه النهائيه، لكن الاساسي هو ايهاب المباركي. ايهاب المباركي عشان تتذكروه او تفتكروه بشكل كويس قوي، واحد طريقه لعب ايهاب المباركي اللي هو لسه راجع من الاصابه ايا كان البطوله واهميتها، لكن ايهاب المباركي ده عنصر مهم جدا ورائع جدا وممتاز جدا، وانا من الناس اللي كنت معجب جدا 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 معجب جدا باداء ايهاب المباركي اللي هو كان تسبب السنه اللي فاتت في ركله الجزاء. لو يا سمير تتابع معانا كده، السنه اللي فاتت يعني كان السبب الرئيسي في ضربة الجزاء اللي اتعملت على الشريف إكرامي لو تتذكروا السنة اللي فاتت. والحقيقة الكرة التونسية عندها حاجة رائعة جدا، الباكين من أحسن الباكات القارة، سواء كان الباك رايت أو الباك ليفت إيهاب المباركي أو حتى حمدي النجاز مع الزمالك أو علي معلول مع الأهلي أو أيمن بن محمد، واخدين 10/10 في التحرك في العمق الهجومي. دي ركلة الجزاء، بص الراجل ده فين، بص الراجل ده فين اللي هو إيهاب المباركي ده، بصوا فين، بصوا بياخد فين، شبيه جدا جدا بحمدي النجاز، شبيه جدا بحمدي النجاز، قريب جدا من طريقه لعب حمدي النجاز، بياخد العمق بشكل رائع جدا جدا، بياخد من ورا الباك ممتاز جدا، بياخد المساحه اللي ما بين السرد باك والباك بشكل ممتاز جدا، قريب جدا من طريقه حمدي النجاز. وهنا بس هو مش هيلعب، مليار في الميه مش هيلعب، مليار في الميه مش هيرجع، ارجع لي بقى كده مش هيلعب. خليني اقول لكم الاشاده بالكره التونسيه في الحته دي ليه؟ واضح ان هم من صغرهم كده في ناس بتشتغل معاهم بشكل كويس، مش صدفه هي، يعني ما تقنعنيش ان دي صدفه، لا، ده في ناس من قطاع الناشئين بتشتغل كويس مع ايهاب المباركي ده ومع ايمن بن محمد ومع علي معلول ومع حمدي النجاز، يعني بالطريقه الكويسه قوي، يعني انا ما شفتش في الكره العالميه زي داني الفيش لو تتذكروا، طبعا لعيب الباك رايت الرائع جدا البرازيلي اللي كان موجود في برشلونه، دول قريبين من طريقه اللعب الحركي، طبعا مش طريقه اللعب بشكل عام، لكن الحركي بيتحركوا بشكل كويس قوي، اللي هو الراجل مع جارديولا كان داني الفيش عامل الموضوع ده رائع جدا، كان الجناح بيخش لجوه وهو بياخد على طول في المساحه اللي بتفضل الجناح بيفضيها، هم بيعملوا كده في تونس بشكل ممتاز جدا. طب ارجع للتشكيله ثانيه، يبقى شمس الدين الزوادي وعندك خليل شمام وعندك ايمن بن محمد وعندك سامح الدربالي، في النص دهيتين، في النص دهيتين،
يعني فرانك كومب اللي هو اللاعب الكاميروني الكاميروني احسن واحد موجود يمكن في القاره في الوقت الحالي في المكان ده في المكان بتاع وسط الملعب ده مع حسام عاشور. لكن فرانك كومب ده وكولوبالي هم دهيتين دهيتين بجد. ومن اخطر الحاجات اللي عند النادي الاهلي او اللي هتواجه النادي الاهلي لو سبتهم يلعبوا براحتهم ما بيفقدوش الكره بسهوله، الكره من رجل لرجل، بيبقى موجودين في كل مساحات الملعب، بيبقى موجودين حلول لكل اللعيب معاه الكره في الملعب. فلو ما تضغطش على فرانك كومب وما تضغطش على كولوبالي الاثنين هيبقوا صعب جدا. الاثنين فرانك كومب يا سمير وكولوبالي الاثنين دول الاستاذ ده والاستاذ ده، ده اخطر شويه، ده اخطر شويه اللي هو كومب شويه يعني بيعرفوا رجله بتاخده لحد الملعب الثاني وال18 وبيطلع في الكرات الثابته رغم ان هو قصير وملوش رقبه، لكن في النهايه هتلاقيه يعني بيطلع وخطر جدا. الاستاذ ده بقى يعني كورته حلوه جدا، طويل جدا، الكره بتاعته ممتازه زي ما قلت لكم، بيبقى حل في كل انحاء الملعب، لكن عنده عيب خطير جدا بكل الصفات اللي انا قلتها ديت. عنده مشكله بدنيه رهيبه جدا جدا. يعني هتلاقوا الاهلي وهو بيلعب الترجي الشوط الثاني تحديدا كل الموضوع رايح للاهلي بسبب ده. بسبب الاستاذ ده، ليه بقى؟ لان هو عنده الحته البدنيه بتقل قوي، الضغط بيقل قوي، فبالتالي نص ملعب بيبقى مسيطر عليه الفرقه الثانيه او الفرقه الاخرى، وتحديدا بقى يا سلام لو كان حسام عاشور وعمرو السولية في حالتهم. السنه اللي فاتت في مواجهه الترجي هناك في تونس كان الاستاذ ده، بص ارجع بس معلش هبدا من الاول عشان تشوفوا الراجل ده بيرجع ازاي. بص اهو ده، هو ده كده، مش لو انتوا بس لو انا لو طالع في الكاميرا ولا لا، ده بص ترط خفيف قوي رغم ان احنا كنا في الدقيقه 55 او 57 اللي هو ده 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 لعيب نص الملعب. ده كان في الجون الاول، تعالى الجول الثاني بقى، تعالى الجول الثاني يا سمير، ده الجول الثاني. بص برضو هتلاقي نفس اكنها كربون كربون، الرجوع هادي جدا جدا، لكن في الشوط الاول بيبقى شعله نشاط، ضغط وتمرير وتواجد في اماكن صح. ده فرانك كومب اللي اتكلمنا عليه في الاول، لكن ده كولوبالي. يعني ارجع لي تاني بقى، خلاص ما فيش مشكله، خلاص اللي هو ده ده اوكي. طيب اتكلمنا على ماشي، انا متبصص والله ماشي. تعال على التشكيله مره تانية. التشكيله مره تانية يعني اتكلمنا على سامح الدربالي واتكلمنا على ايمن بن محمد واتكلمنا على الدهيتين دول فرانك كومب وكولوبالي اوكي، واتكلمنا على معز الدين بشرفيه وشمس الدين زوادي وخليل شمام. يبقى التلت الاخطر لفرقه الترجي المكون من رباعي، رغم ان ده جيلان الشعلالي اسمه كده، جيلان الشعلالي اللي هو جاب الجول الثاني لو تفتكروا السنه اللي فاتت من كره ثابته كده، طبعا كان خطا لكن في النهايه هو اللي جاب الجول الثاني هنا في برج العرب. ده محرك جدا وبيستخدمه الراجل، لو بيلعب 4 3 3 بيبقى الراجل ده لو كولوبالي نزل جنب كومب هنا 2 ده بيشتغل قدامهم، بس عاده بيروح ناحيه اليمين، شماله بيبقى قليل شويه ما بيروحش ناحيه الشمال كتير، لكن لو اشتغلوا 2 لو اشتغلوا 2 لو لعبوا 4 2 3 1 مثلا ده بيروح ناحيه اليمين شويه اللي هو جيلان الشعلالي ده، وده بينزل شويه كده. لكن اعتقد ان هم هيبداوا بالطريقه اللي احنا عاملينها دي اللي هو 4 1 2 3 مثلا او 4 3 3 بالشكل العام. يعني فرانك كومب هيبقى كده في النص، وعلى يمينه كولوبالي بس راجع سنه، وعلى شماله جيلان الشعلالي اللي هو ده اوكي. جيلان الشعلالي تسديدته كويسه، رتمه كويس، سرعته كويسه، بيعمل كروس كويس، بيكمل مع المهاجمين كويس، خطر جدا، دؤوب جدا، نشيط جدا اللي هو جيلان الشعلالي ده، ما بيستغناش عنه في اللقاءات الخارجيه تحديدا، في اللقاءات الخارجيه. يمكن في اللقاءات الداخليه بيستخدم واحد اسمه سعد بكير او سعد بقير اللي هو بقاف، يعني سعد بكير او بقير، لعيب اشول بيلعب هناك 4 2 3 1 اللي هو اي مدرب سواء فوزي البنزرتي بقى ولا خالد بن يحيى او حتى معين الشعباني. لكن اعتقد هنا في مصر بقى المباراه الاولى الثانيه هنشرحها برده بالتاكيد لما يجي وقتها، ده هي في الحته دي، يا اما هنا يا اما هنا جنب كولوبالي وجنب فرانكوكم. طيب التلت بقى الاخير ده المزعج اخطر لعيب في القاره الافريقيه او في البطوله الافريقيه تحديدا، مش في القاره الافريقيه منتخبات وانديه، لكن اخطر لعيب في البطوله الافريقيه الاستاذ ابو دقن ده اللي هو انيس البدري. ارقامه رهيبه جدا، ارقامه رهيبه جدا، عامل شغل رائع جدا، هو جاب 4 تجوال من اصل ال15 اللي جابوهم، لكن عامل اسيست حوالي بتاع 9 من
ال 15 اللي جابوهم، يعني مشارك في حوالي اكتر من 80% من الاهداف اللي احرزها الترجي اللي هو الاستاذ ده اللي هو انيس البدري. كورته كويسه، واحد على واحد كويس، بياخد على المرمى كويس، كرات ثابته بيعملها مش بطال، بيرجع عنده وجبات دافعيه برده ملتزم بيها، فهو اخطر واحد، حلوله كويسه جدا زي ما انا قلت، بيشتغل مع طه الخنيسي المرشح ان هو يبدا، وممكن يلعب هيثم الجويني. وطه الخنيسي يعني برضه هنقول في وقتها، لكن انا هتكلم في الاستاذ ده، الاستاذ ده خطر، يعني خطر جدا جدا، اميز واحد فرقه الترجي من حيث الارقام اللي هو انيس البدري. الناحيه الثانيه انا هتكلم على دلوقتي انيس يوسف البليلي. يوسف البليلي هو لعيب جزائري موجود في فرقه الترجي بقاله بتاع 3 سنين ولا حاجه، اوكي، يعني بياخد بشكل دؤوب طبعا، مستمر اساسي وكل حاجه، جايب هدفين من اصل 15، لكن واحد ضد واحد برضه خطر. عشان كده بقول لكم اخطر حاجه هتواجه الاهلي الاثنين دول ايمن بن محمد ويوسف البليلي. احمد فتحي لازم يكون معاه واحد بيساعده. احمد فتحي اقوى دفاع على مستوى القاره في كل البطولات، سواء كان المنتخبات او انديه، على عيني وراسي، لكن لازم واحد يكون مساعد احمد فتحي مع الاثنين دول. وتحديدا لما الاستاذ ده انضم لفرقه الترجي اللي هو ايمن بن محمد، السنين اللي فاتت كان خليل شمام عنده بطء شويه، فما فيش مشكله، احمد كان بيقوم بالواجب، واجبه بيوصل لنا، لكن المره دي لازم واحد يدافع مع احمد فتحي بشكل كويس، وخصوصا الجناح اللي هيبقى قدام احمد فتحي. يوسف البلايلي خطر زي ما قلت لحضراتكم، بيتعاون مع انيس بدري بشكل كويس قوي، ساعات مش كتير، ساعات بيتم التغيير ما بينهم، سواء كان انيس البدري او يوسف البلايلي بيتم التغيير ما بينهم، ده بيروح هنا وده بيروح هنا، لكن مش كتير، لان ده عدل، ده بيعرف الاثنين يعمل الاثنين، لكن ده عدلته هنا بس، يعني عدلته الاخطر، ده بيعرف يعمل هنا وبيعرف يعمل هنا، بس ده اخطر هنا، 90% من لقاءاته او مبارياته بيلعبها هنا في الحته دي. نيجي للكابتن ده اللي هو طه الخنيسي، من الناس اللي انا كنت معجب بيها جدا جدا السنه اللي فاتت، وما زلت ومصر ان هو من احسن الناس اللي موجوده في القاره على المستوى الهجومي، لكن ارقامه السنه دي يا رب تفضل كده، بقى له 14 مباراه افريقيه ما جابش اهداف من السنه اللي فاتت، لانه تعرض لاصابه كانت كبيره شويه، وتم على اثرها ابتعاده من المنتخب حتى في كاس العالم، لكن رجع مش بنفس الحاله الاولى، فان شاء الله الرحمن يفضل بالحاله اللي هو فيها، اللي هو طه ياسين الخنيسي. انا كنت من الناس اللي هي يعني اتمنى ان هو كان يبقى موجود في الدوري المصري، وتحديدا في النادي الاهلي، لكن ارقامه السنه دي صعبه شويه، حتى الاعلام التونسي ضاغط بشكل كبير ان هو يبدا بهيثم الجويني اللي هو احرز هدفين السنه دي في البطوله ديت. هيثم الجويني محطه، جسم كبير قوي، الملتحم في كل الكرات، مشترك، بيقف على الكره بشكل كويس، بيسدد بشكل كويس، لكن قناعات الفنيه لكل المدربين اللي تابعوا الراجل ده ومرنوه طبعا بتميل لطه ياسين الخنيسي عن هيثم الجويني. هيثم الجويني لو مقارنه مع وليد ازارو، كل الارقام تروح لوليد ازارو بالتاكيد، كل الارقام تروح لوليد ازارو، فوليد ازارو عامل ارقام مختلفه وكبيره عن الاستاذ ده اللي هو طه ياسين الخنيسي، اللي انا مقتنع جدا بامكانياته وقدراته ومهاراته، لكن يعني بعيد جدا عن مستواه السنه دي، ويا رب يفضل كده طول المباراتين. ارقامه تروح كلها لوليد ازارو، لعب مباريات دوري المجموعات مثلا، وليد ازارو لعب 8، ده لعب 9، وليد ازارو مثلا في دوري المجموعات لعب 720، ده لعب 563، وليد ازارو سجل ما شاء الله 6، هو ما سجلش حاجه خالص، صنع اهداف وليد ازارو 2، ده صنع اهداف 6 مش قليل برضه، صنع او حصل على اخطاء 14 وليد 17، محاولات على المرمى 14 وليد 31، محاولات على المرمى 21% و39%. اخطر حاجه في طه ياسين الخنيسي ان هو راجل بيتحرك عادي جدا جدا جدا، وفي لحظه مش بيسرق بس، بيخطف المهاجم او السيرد باك في لحظه واحده بس، فبيسبق على طول المهاجم، اسف، السيرد باك او الباك اللي مكلف برقابته في لحظه، وهو الفرود يعني مش محتاج اكتر من ثانيه او لحظه بس يبعد بيها خطوه عن المدافع، ويبقى معاه الباسورد بتاع الحارس المرمى او الباسورد بتاع الشبكه. فطه ياسين الخنيسي حذاري من الراجل ده لو لعب، لان هو عنده القدرات والامكانيات، وانا دايما اقول ان ممكن تبقى حالتك وحشه لكن امكانياتك وقدراتك كويسه. لو ما بداش وبدا هيثم الجويني، خلاص بقى يبقى كولوبالي او سعد سمير يتعامل مع الموقف. طيب خلاصة القول ده، لأن بكرة هنأكد على حاجات تانية ومواجهات تانية، خلاصة القول ده بأكد على خطورة الجانب الشمال المكون من أيمن بن محمد ويوسف البليلي، ويوسف البليلي خطورة النادي فرقة الترجي هنا وهنا، والقنبلتين دول
ده رغم ضعفه اللياقه البدنيه اللي بتبقى في الشوط الثاني، لكن كورته كويسه جدا. وفي عالم كره القدم لو انت عندك فرقه بتلعبك عندها كره كويسه واستحواذ كويس، لو ما ضغطتش عليها من الاساس في نص الملعب واديتهم المساحه ان هم ينقلوا الكره بيبقى الامر صعب شويه. فرقه الترجي هي اقل فنيا من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عندهم يوسف الدين بن فخري او فخر الدين بن يوسف، اسف، فخر الدين بن يوسف، وكان عندهم كمان يعني في فرقتهم فرجاني ساسي. هيطلع من عيني فرجاني ساسي ده، طالع من عيني فرجاني ساسي ده. طبعا كان موجود في فرقه الترجي السنه اللي فاتت، وكان موجود فخر الدين بن يوسف السنه اللي فاتت، وكان سعد بكير في حالته الفنيه العاليه، وكان طه ياسين الخنيسي في حالته الفنيه العاليه. ففرقه الترجي السنه اللي فاتت كانت قويه جدا جدا، تمام. لكن السنه دي في اخر حوالي 15 20 يوم استوعبوا او استرجعوا كتير جدا من قوتهم وامكانياتهم وقدراتهم، ويبقى فرقه الترجي هي الفرقه الاقوى مع النادي الاهلي او بعد النادي الاهلي على طول من حيث الارقام الافريقيه. يبقى هنتكلم في الموضوع ده فنيا على مدار يومين، النهارده بداناها وبكره ان شاء الرحمن هنأكد عليها من اللقاءات اللي اتكلمنا فيها سواء كانت فنيا او التشكيله اللي عرضناها مع بعض. يبقى بس شكلهم في الناحيه الدفاعيه هيبقى عامل ازاي، هاتوا يا سمير كده بسرعه لو سمحت، وهجوميا هيبقى عامل ازاي، وبعد كده هنستقبل ضيوفنا كابتن شريف وكابتن اسامه حسني. خلي في الحته الدفاعيه، في الحته الدفاعيه خطوطهم بتبقى قريبه جدا، والميزه اللي عند الترجي زي ما قلت لكم من خلال برضو الارقام، مش مع الاهلي بس، من خلال الارقام ان هو بيروح بيبقى قمه تركيزه الدفاعي، وبيعرف يعمل واجب دفاع او بيعرف يعمل جيم دفاعي على اعلى مستوى. ده خياله، تخيلوا ده وقفه الترجي على المستوى الدفاعي كده بالظبط. ده شمس الدين الزوادي، الاخ خليل شمام، ايمن بن محمد، وسامح الدربالي، وكومب، وكلوبالي، والشعلالي، وطه ياسين الخنيسي، ويوسف البليلي، وانيس البدري. الوقفه دي الخطوط قريبه جدا، العناصر قريبه جدا من بعض، الحركه فيها قليله. هنا عشان تخترق ده حاجه من اتنين، يا تنجح ان انت دول يطلعوا لقدام شويه فتبقى في مساحات بسرعه وليد ازارو تستغلها بشكل كويس جدا، يا اما يبقى عندك حل فردي يبقى تحل بيه التكتل الدفاعي اللي فيه ده، وده متوسط ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا في وليد سليمان او احمد حمودي لو تم اشراكه. على العموم الخطوط بتاعتهم بتبقى قريبه جدا في الخط، الحته الدفاعيه. في الحته الهجوميه بيعملوها نموذج برضو، بيعملوها بشكل كويس. دي الجزء الهجومي، انا شايف ان هو لو عمل كده، لو عمل كده بالشكل ده وتم يعني ترحيل الناس بالشكل ده هيبقى في صالح الاهلي، لان المساحات هنا هتبقى كويسه، فعنصر السرعه يبقى في صالح الاهلي. ده شمس الدين الزوادي، وده خليل شمام، وهنا التلاتة دول سامح الدربالي اللي هو البقرات اصلا مع ايمن بن يحيى، وده بيغطيهم سواء كان هنا ورا سامح الدربالي او هنا ورا ايمن بن محمد، وقدامه كلوبالي والشعلالي. وزي ما قلت لحضراتكم الشعلالي ما بيميلش ناحيه الشمال رغم ان هو موجود على المكتب على التشكيله كده، لكن رجليه بتاخده ناحيه اليمين على عدلته. وانيس البدري وطه ياسين الخنيسي ويوسف البليلي. دي الحالات الهجوميه والدفاعيه لفرقه الترجي. بكره هنأكد، مش اللعيبه بس اللي هتلعب مع ترجي، مش اللعيبه بس، احنا كمان بنلعب مع الاهلي، وانتوا كمان كجماهير العبوا مع الاهلي، العبوا مع الاهلي من خلال المدرجات وتشجيعكم ومساندتكم وازركم لفرقه الاهلي في المدرجات. يعني خلوا فرقه الترجي تبقى عارفه كويس قوي قوي رغم خبراتها وبنحترمها، وهم على راس من فوق الحقيقه، لان انا ما شفتش منهم غير كل خير في التعامل الاداري او التعامل التنسيقي ما بيننا وما بينهم. طبقه 90 دقيقه اللي يكسب الاحسن واللي ربنا كاتبها له يعني، لكن في النهايه ليهم كل التحيه والتقدير الحقيقه من خلال معاملاتنا السابقه. ده كان كلامنا في النص الاول من ملعب الاهلي. بكره هنأكد على نفس المعنى بس بحالات تانية مختلفه، سواء كانت كرات ثابته او تحركات لبعض اللعيبه او لبعض الجمل من المجموعات اللي موجوده في فرقه الترجي. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف وكابتن اسامه، نتكلم اكتر واكتر من خلال رؤيتهم على الاهلي والترجي. مساء الفل عليكم مرة تانية، والمرة دي معايا كباتن كابتن
من الشمال الاول كابتن شريف عبد المنعم. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد. ازي حضرتك؟ ايه الجمال ده؟ كله تمام؟ ايه الحلاوه دي يا كابتن؟ ده اقل حاجه عندي عشان تمام. انا عارف. انا بس ما برضاش اطلع الامكانيات والقدرات دي يعني. شويه شويه بتطلعها. شويه شويه كده. اللي على يميني بقى انا كابتنه بقى يعني هو اصغر مني شويه. مساء الفل. ازي يا كابتن سيد؟ النهارده كابتن شريف طلع اكتشاف مدير فني. ما كانش مدير كوره طلع مدير فني النهارده. بعد الشرح والتحليل وال لا ما هو يعني هو قابل الناس دي وقاعد بقى خصص فرقه الترجي. والله هو عاشرها مليون مره وشافها وهو على الخطوط هناك هناك وهنا وهنا فعنده خبره كبيره قوي في التعامل معاهم يعني. طيب اقول لك رقم يعجبك بقى النهارده واخش في المعمعه على طول يعني. تعرفين اللي على يميني ده واحد من الناس اللي هي يعني اسمها مخلد في البطولات الافريقيه، واحد من الناس اللي احرزت في النهائيات. الله يعني عليك. البطولات النهائيه او المباريات الختاميه سواء ذهابا او ايابا يتصدرها محمد ابو تريكه بخمس اهداف في المباريات النهائيه، وكابتن محمود الخطيب ثلاث اهداف، وكابتن خالد بيبو ثلاث اهداف، وبقى في اهداف كده موزعه بقى لعبد الله هدف، كابتن اسامه حسني هدف ده في النهايات، فلافيو هدف. انا في البدايات بقى. انت في البدايات كل بطوله تبتدي بفتح بيها انا بفتح الطريق ان شاء الله بفتح. طيب على العموم يوم الجمعه من الساعه 3 ما حدش يروح في اي مكان تاني خالص غير قناه الاهلي وملعب الاهلي، وتغطيه كامله شامله من المدرجات ومن الشوارع ومن البيوت ومن القهاوي ومن كل مكان ان شاء الرحمن، تغطيه كبيره جدا. هنبداها يوم الجمعه الساعه 3، بكره عندنا حلقه الساعه 10:30 هنتكلم تاني برضو على الامور الفنيه الخاصه بفرقه الترجي عشان كل الجماهير تبقى عارفاها، لكن يوم الجمعه ان شاء الرحمن ملعب الاهلي هيبقى من الساعه 3، ما تروحوش في اي مكان لان اليوم ده بيجي في السنة مرة، الأهلي متعود عليه صحيح، لكن في النهاية يعني مش كل يوم بيجي نهائي أفريقيا، فبالتالي تغطية قناة الأهلي عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا إن هي توصل لكل بيت وكل مشاهد أهلاوي وكل مؤازر أهلاوي وكل مساند أهلاوي. كابتن شريف لو حابب تتكلم في حاجة كده قبل ما نخش في التفاصيل كلها. لا أنا بعقب على الكلام اللي أنت بتقوله، مفيش حد في الشارع المصري أهلاوي زملكاوي إسماعيلاوي اتحاداوي إلا ونفسه يحضر هذه المباراة الحقيقة. اهتمام غير عادي. تناسي لأي شيء وما بيفكروش في أي أداء حصلت، إذا كانت في وفاق الصيف، إذا كانت في ماتش الوصل، كلهم عارفين إن الأهلي لعبته بتتعافى، لعبته طالعة من المستشفى، لعبته كلها بتفكر في البطولة التاسعة بإذن الله، وزي ما أنت قلت قبل كده إن شاء الله مكتوبة لنا بالرجولة، رجولة صحيح. يعني بطولة يعني لعيبة حاسة بقد إيه في الموقف اللي هم فيه ده، لعيبة حاسة بقد إيه إمكانيات اللعيبة اللي أنت شرحت دلوقتي اتكلمت عنها، فرقة الترجي فرقة الحمد لله كاملة من جميع الخطوط طبعا. فأنت عندك الإمكانيات أنت كمان، وعندك من اللعيبة الموهوبين اللي يقدروا يترجموا ال 90 دقيقة الأولى في هذه المباراة إلى فوز، وفوز كبير إن شاء الله يريحنا في الذهاب به للترجي. عايز أستند لحاجة، إحنا والجماهير وكلنا على إن نادي الترجي بيجي قدام النادي الأهلي الحقيقة وبيفك نص قوته. بيعرف ان النادي الاهلي عنده شيء من الوصول للمرمى والوصول لهدفه باسرع وقت. هم اذا كانوا زي ما انت قلت عندهم تقارب من الخطوط كتير قوي، ان احنا بشيء من الضغط يا كابتن سيد عليهم بيفقدهم التفكير حتى في بناء هجمه. فهي الشكل اللي انت قلت عليه الضغط على اللاعب نفسه ده انا اقدر اضمن لك باذن الله الحاله البدنيه العاليه بتاعتنا احنا بتاعت اللعيبه. انت لو كنت بتتكلم على كوليبالي وفرانكوم وجيلان الشعلاني فانا هكلمك على لاعب واحد بس، وليد سليمان. أوكي. وليد سليمان يقدر يهز الخط ده كله ويفقده الثقه وما يبقاش عارف هو جاي دافع ولا جاي يهاجم ولا جاي فين، لانه عنده حل لانه عنده ناقل الحركه السريع جدا مع العمق الهجومي طبعا بتاع ازارو. وان حصل اي تدعيم انا ما اعرفش، هنتكلم انا وانت وكابتن اسامه في التدعيمات بقى اللي ممكن تحصل لوليد ازارو في هذا الشكل، لان انت على ملعبك هنا واول هدف ليك في اول المباراه يخلي لك الكفه غير عاديه. فان شاء الله احنا عندنا يوم باذن الله يوم الجمعه ده جماهيريا و تمنيات ويوم احمر ان شاء الله يبقى يوم احمر من كل الوجوه ان شاء الله. كابتن اسامه دايما التاريخ لما بيتكتب يا كابتن سيد هي دي المباريات دايما اللي بيكتب عنها التاريخ، دايما كل لعيب عايز يدخل التاريخ واسمه دايما يتسطر يعني بالذهب، هي دي المباريات الكبيره اللي دايما بتصنع اللعيبه الكبيره. احنا لما بنتكلم على نهايات افريقيا من اول ما الاهلي خد البطولات الافريقيه نقعد نقول مين اللي خد، مين اللي احرز اهداف في المباريات النهائيه، النادي الاهلي كسب 8 بطولات ان شاء الله تبقى 9، فهي دي المواقف دايما اللي بتصنع فيها التاريخ. اللعيبه لما تدخل المباراه الكبيره اللي زي دي لازم يبقى دايما كل واحد خلي نفسه دوافع كبيره. بس بس معايا تليفون من تونس يعني الكابتن حمدي القسراوي لاعب طبعا الترجي السابق وواحد من الناس مدرب حراس مرمى المنتخب التونسي. مساء الخير يا كابتن ومنورنا على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير وتحيه ليك وتحيه لكل المتابعين في قناه الاهلي. طيب في مصر.
يا اهلا وسهلا تحيه كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه حسني لحضرتك. كلمني على ذكرياتك مع الكره المصريه وتحديدا الاهلي كابتن حمدي. والله هي من زمان هي فما ياسر ذكريات بين تونس ومصر على الصعيد منتخب تونس ومصر وعلى الصعيد النوادي بين الترجي والاهلي القديم كانت المنافسه شديده خاصه على الناحيه الافريقيه. اذا ثم الطابع نتاع الماتش طبعا خاص صحيح متعودين في الاعوام الاخيره من نفسه كبيره الاهلي والترجي وحاجه باهيه شوفوا المستوى العالي اللي يقدموا فيه الناديين اليوم من اكبر الانديه في افريقيا حاجه باهيه اللي الترجي يعرف الاهلي والاهلي يعرف الترجي. انا عندي ذكريات كبيره وعندي اصدقاء برشا من مصر صديقي والاخ اعتبره اخ اللي هو عصام الحضري. اوكي. دونك ذكريات كبيره وان شاء الله الماتش يتعدى في كنف الروح الرياضيه طبعا وبين اثنين اشقاء هم الاقوى على المستوى الافريقي كان من خلال الارقام واللقاءات الاخيره او السنوات الاخيره الاهلي والترجي هم الاقوى على المستوى الافريقي. نعرف هما الاقوى وذاك اللي يخلي المقابله بكل التكهنات صحيح رغم انه افضليه رغم افضليه في الترجي انه يستقبل في تونس المقابله النهائيه يخليه حظوظه اوفر في النايب من كيف هذايا رغم انه كما قلت لك مقابله نهائي ما فماش تبقى حساباتها بتبقى مختلفه. طب رؤيتك الفنيه من خلال اللقاء الاول يعني لسه اللقاء الثاني هيبقى في تونس باذن الله رؤيتك الفنيه شايف اللقاء ماشي ازاي والريتم اللقاء هيبقى عامل ازاي ومين اللي له الافضليه في اللقاء الاول؟ والله انا نتصور انه الضغط يكون عند الاهلي في المقابله الاولى لانه الترجي مش يلعب الشوط الاول في مصر والشوط الثاني في تونس تونس نتصور الترجي فريق كبير يحاول يمشي لمصر مش يلوج على التعادل ولا الخساره يحاول يسجل هدف على الاقل في الاهلي في مقابله الذهاب انه يخليه يلعب بطريقه حيه. من الناحيه الفنيه بتكون مقابله صعبه وجزئيات هي اللي بتعمل الفارق علشان اللي يتحكم في اعصابه اكثر وباش يكون يقدم يعمل معناها بيكون في اقل اخطاء هو اللي يكون عنده فرصه الفوز اكثر خاطر مقابله اعصاب مقابله جزئيات مقابله خبره ونتصور باللاعبين من فرق السنين فرق في كثير من اللاعبين عندهم خبره النهائيات كما قلت لك مقابله صعيبه تكهن فيها الاهلي فريق كبير صحيح فريق كبير وقاعد يقوم بالصحوة في الدورة نصف النهائي الفوز اللي قدمه على فريق أغسطس نتصوروا أنه قفزة كبيرة على المستوى المعنوي نصف النهائي معنويات كبيرة صحيح. طيب ذكرياتك أنت لعبت قدام الأهلي قبل كده كابتن حمدي؟ والله لعبت قدام الأهلي ثلاث مرات موسم استاد القاهرة ولعبت في تونس في رادس مرتين في رادس لعبت ثلاث مرات انهزمت في مناسبه في القاهره وربحت في تونس مباراه القاهره كانت 2-1 تقريبا او 3-0 3-0 اوكي وربحت في تونس كانت 1-0 تقريبا كانت 2007 في 2007 2007 مظبوط احرزت انا الهدف معانا واحد جاب فيه الجول اهو حمدي كان تسديده من خارج ال 18 اسامه حسني يا راجل كابتن حمدي اتفضل يا اسامه وكسبونا هناك فعلا في تونس كان 1-0 مظبوط كابتن حمدي اتفضل كان امير عبد الحميد امير عبد الحميد كان حارس المرمى مظبوط صح الجول قدامنا اهو كمان مظبوط
مظبوط. وقتها صارت عملت اصابه على ايمن بتعب وقتها فقد الوعي مظبوط. ده انت من يومك يا كابتن حمدي بقى. كابتن حمدي انتوا يعني على راسنا من فوق. فرقه الترجي من احسن الناس اللي بتتعامل فيها على المستوى الاداري حقيقه، يعني سواء كانت مسؤولين او اجهزه فنيه. يعني يبقى التوفيق عنصر مهم جدا في حسم اللقاء سواء كان في مصر او في تونس. المهم ان هي ما بين فرقتين يعتزوا جدا جدا بعلاقاتهم مع بعض. كابتن حمدي، هو الحاجه الباهيه بقولها انه في الرياضه مناخ بين الاهلي والترجي ثم كثير ثنائيات، تلقى برشا اصحاب من الترجي لاعبين من الترجي لاعبين من الاهلي اصحاب، ثم 90 دقيقة وسجلت حكم ويوفى الماتش معناها. فهمت، مرحبا بكم في تونس انتوما وخيان. طيب مع بعض مرحبا بكم. سؤالي الأخير في تخصص حضرتك، يعني في حيرة عند الجهاز الفني لفرقة الترجي ما بين رامي الجريلي وما بين معز الدين بن شرفية، يعني من وجهة نظرك الشخصية مين يبدأ اللقاء أو مين يكون له الكلمة في اختيار معين الشعباني؟ والله هما اثنين حراس ممتازين. سواء يلعب معز الشريفية اللي نتصور عنده. لو حضرتك صاحب القرار، لو كابتن حمدي الأسراوي صاحب القرار في الجهاز، يبدأ بمعز ولا رامي؟ يا راجل انه في ربي وفقه هو ماشي ولا يهمك كابتن حمدي. وان شاء الله التوفيق. متشكر جدا حبكم واصحابنا، ان شاء الله التوفيق للترجي باذن الله. كابتن حمدي الاسراوي كنت منورنا على شاشه قناه الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. اتفضل يا كابتن اسامه كمل. هو مش عايز يجاوب طبعا، يعني مش عايز يعمل حرج عليه لان هو مدرب المنتخب. فمش عايز يعمل حرج على الجهاز الفني للترجي التونسي. اتفضل يا كابتن. المباريات الكبيره زي ده يا كابتن سيد، النهايات دايما اللي بيبقى فيها التاريخ، لازم انا كلاعب، ودي رساله لعيبه الاهلي، لازم كل واحد يخلق الدوافع يعني داخله، هو داخل المباراه دي. النهارده لو احنا يعني شفنا محمد الشناوي، ايمن اشرف، اسلام محارب، عمرو السوليه، وليد ازارو، صلاح محسن، مروان محسن، ميدو جابر، لسه ما حققوش بطوله افريقيه مع النادي الاهلي. فده دافع كبير للعيبه زي دي، لعيبه اساسيه ولعيبه مهمه داخل النادي الاهلي، انك انت تخلق الدافع ليك الذاتي جواك وانت داخل مباراه زي دي. ده اكبر دافع ليك. لازم تهيئ نفسك من قبل المباراه، لازم من قبل المباراه بكذا يوم يعني تسيستم نفسك، ودايما كده وانت قاعد مع نفسك انك انت قدام ان شاء الله، يعني لو ربنا حالك وانك تشارك من بدايه المباراه، انك ازاي تضيف وازاي اسمك يكون موجود في تاريخ النادي الاهلي من خلال مباراه كبيره زي دي. فرقه الترجي طبعا انها توصل المباراه النهائيه، كانت مع الاهلي في نفس المجموعه، طبعا فرقه كبيره. دايما مباراه الاهلي والترجي دايما فيها نديه وفيها قوه، وخاصه كل الفرق بتاعت شمال افريقيا. كان مر بظروف صعبه يعني الترجي خلال الفتره اللي فاتت، وكان جمهوره بعد عنه شويه، كان خاصه في البطوله العربيه كمان لما خرج امام الاتحاد السكندري كانت نتائج مخيبه شويه للامال، حتى لما كان بيكسب كان الاداء وحش، لكن الجمهور بدا يرجع مع مباراه اول اغسطس ومع تولي معين الشعباني. معين الشعباني يعني هو لعب قصادنا على فكره قبل كده، هو كان مساك وكان اشول، ولعب قصاد كابتن سيد في 2001، هو 37 سنه. طبعا ان مدير فني يا كابتن شريف يتحط 37 سنه في معترك كبير زي ده، نهائي افريقي، وهو ما خدش، هو مدير فني بالرغم ان هو تولى كمدرب عام فترات كبيره مع البنزرتي ومع خالد بن يحيى، لكن انك تتحط في معترك كبير زي ده فطبعا هيبقى عليك ضغوط كبيره جدا. فهي دي نقط يعني ان شاء الله يقدر يستغلها النادي الاهلي، ان برضه زي ما احنا بنتكلم نقول الفريق الترجي فريق قوي وعنده عناصر مهمه، لكن عنده نقاط ضعف مهمه جدا. النهارده لما تخش على معين الشعباني وهو في مباراه نهائيه، ودايما المباريات الكبيره بتبقى عايزه مدير فني كبير، ان دايما بتكسب بالتفاصيل الصغيره، هو 37 سنه خبراته صغيره، ازاي هيتعامل مع مباراه زي دي؟ فده عامل ممكن يستغله النادي الاهلي. النقطه اللي كان بيتكلم فيها كابتن حمدي الاسراوي هي حراسه المرمى في الترجي، مشكله بقى لها فتره، وعلى فكره حمدي القصراوي وهي مشكله من السنه اللي فاتت يا كابتن شريف. يعني برضو لو شفنا مشوار الترجي خلال السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا، كان برضو معز بن شرفيه كان برضو في اهداف كتيره تدخل من خلاله، دخل برضو رامي الجريدي، دخل لعب في مباراه اول اغسطس هناك دخل فيه هدف في المباراه اللي كانت في رادس دخل فيه هدفين، وتم انتقاده برضو من خلال الصحافه التونسيه. فانت عندك نقط ضعف، يعني انت اتكلمت في حاجات كتيره. برضو في خط الظهر عندك النهارده
سامح الدربالي، سامح الدربالي مفتاح هجومي كويس للترجي، لكن عنده في مساحات كبيره في خط ظهره، في ظهره ممكن تقدر تشتغل. خلي بالك السن كمان عنده بالنسبه له حتى الالتحامات قويه وكل حاجه، بس مش بفعاليه 2012 و2011. مظبوط، هو عنده فيه برضو مشكله في النواحي الدفاعيه، يعني في عناصر قوه جدا في الترجي لازم تحترم. لعيبه الاهلي تاخد كابتن شريف بيقول عندك وليد سليمان يقدر يفك الطلاسم دي كلها. انت بتتكلم كمدير فني عن عناصر قوه، لكن برضو عندك المهاره الفرديه اللي تقدر تفك بقى الطلاسم بتاعه الزون ديفنس والمانتومان والكلام ده كله. النهارده المهاره الفرديه بتاعت حمودي ولا ميدو جابر ولا وليد سليمان مهم جدا في الماتشات الكبيره زي دي، ان المهاره الفرديه بتظهر. طيب كابتن شريف، استعرضنا حاجات كتير جدا للتشكيلة الترجي ومواطن القوة والضعف، يمكن بكره هنشرحها بشكل كبير جدا. الضعف بقى اتكلمنا على امكانياتهم وقدراتهم النهارده، لكن ممكن نشوف على النقاط اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي. لكن انت بتلعب مباراة نهائية، يعني اكيد هم ابطال القارة الفرقتين دول الاهلي والترجي، وللمرة الثانية او الموسم الثاني على التوالي يطلع من مجموعة الاهلي النهائي برضو. يعني مجموعة الاهلي السنة اللي فاتت كان الاهلي والوداد، الاثنين برضه بيطلعوا هم برضو الاثنين. للناس انت انا بقول ده ليه؟ لان في ناس تقول لك ايه، قرعة الاهلي الافريقية بتبقى متظبطة مرعبة، فيقع معاك في القرعة، يقع معاك دايما اللي وصل النهائي. متظبطة متظبطة يعني متآمر انت. انت قطعت السنة دي كده. انا بقول لك بحب قوي كلمتك لما بتقول لي هي مكتوبة لنا ان شاء الله، مكتوبة لنا بعد وكفاك الصيف وبعد الوداد والكلام ده، وفرق كبيرة قوي حقيقة قطعت الظروف والقرعة وكده، بعدتك عن الحاجات اللي انت ممكن يبقى في شك. دايما كنا بنطلب في حالتنا ان احنا كنا اللعيبة عندنا متعورة، واللعيبة عندنا مش جاهزة، واللعيبة عندنا متأخرة، وبنخسر واحد زي علي معلول، بتخسر اجاييه. مش عارف ده اجاييه، انا عايز اقول اجاييه على طول. اجاييه ده يعني كان لعيب معلش النهارده، انما عموما في المسابقه كلها اجاييه ده محطه بتوفر لي تلتين مجهود وليد سليمان، يعني بيلاقي لغه يقدر يتعامل فيها مع عايز تقول ان حلول دايما بتبقى متعدده. عندي الوليد ازارو، لا حلول متعدده، ما تبقاش حل في وليد واحد بس، وليد سليمان ولا حاجه. لا انت وليد ازارو بعمق الهجومي بالسرعات اللي هي يقدر انا زعلان كمان قوي، انا زعلان جدا جدا ان مؤمن زكريا مش في الصوره. يعني انا هو اللي عمل في نفسه، انا زعلان جدا. مؤمن زكريا يعني عنده خبرات، عنده خبرات كويسه جدا، وعنده حته دفاعيه في مباراه زي دي تحديدا يا اسامه. عنده الحته الدفاعيه كويسه قوي، يعني لو لعب كان، لو كان بحالته بقى والحاله كويسه ولعب قدام احمد فتحي، ايمن بن محمد ويوسف البلايلي، يبقى انت هيحل لنا بشكل كبير. عنده خبرات كمان انه يقدر يشتغل في ماتشات زي دي كبيره. يعني هو راح ماتش الشباب الاهلي وشباب الجونه كاب سيد، هو اللي طلب من كارتيرون انه ينزل، دي حاجه حلوه ويلعب. يعني هو اللي طلب طبعا، دي حاجه حلوه، دخل نفسه انفورم. قال انا اللي طلبت عشان عايز اجهز. ونقطه مهمه الحته يعني الدفاعيه دي اللي بيعملها كان مؤمن زكريا، بيرجع وكان بيقفل قدام ايمن اشرف. دي كانت خلي بالك نقطه ضعف عندنا شويه في مباراه وفاق سطيف. هو بيسرق اي دفاع، بيسرق اي سايت، بيتحرك بالعرض في ال 18، لدرجه احنا كنت بتكلم مع حسام بدري وكلمه، يقول لي يا شريف في اي وقت ممكن يجيب لي جول. في اي وقت بحس بيه ان هو خطر، انا ما بعرفش هو بيتحرك فين. جاب جون السنه اللي فاتت في النهائي قدام الوداد، جون عالمي حكايه. هو ضيع واحد انفراد هناك كانت كفيله ان احنا ناخد الكاس، لكن في النهايه الجول اللي جابه ده في الدقيقه الثانيه جون عالمي. انا عايز بس اديك فكره ان احنا رغم الغيابات ورغم القرعه اللي انت بتتكلم معانا، ربنا برضو ايه عارف قد ايه احنا ناس بنركز، وقد ايه احنا بنلعب على بطوله، وقد ايه احنا بندي كل اللي عندنا، واللعيبه بتاعتنا رجال الاقصى درجه الحقيقه، ان هو بيتحملوا كل الظروف. اللي بيرجع من اصابه بيحاول يدخل نفسه، وهي عمليه التركيز بقى اليوم يعني سيبنا بقى من كل حاجه. الثلاث ايام دول الثلاث ايام دول مطلوب من اللعيبه بتاعتنا الخبره بقى والاعصاب والهدوء في تناول ال 90 دقيقه. ازاي اللعيبه بتقسم نفسها حتى على القدرات اللي هي موجوده عندها، ازاي بتشوف الخصم اللي قدامها هو هيتفرج عليك اول 10 دقايق. دايما الترجي لما بلعبه بيتفرج على النادي الاهلي بيعمل ايه، يا ريت احنا نخطفه في ال 10 دقايق دول، يا ريت ما نخلوش يقدر يفكر، لان انا عايز استغل
شمس الدين الكوادي وخليل الشمام، الاثنين برضو مش مش من الديفندرات اللي انت عندهم بطء شويه، عندهم بطء شويه فلسفه، عندهم فلسفه كبيره قوي، يحبوا يحتفظوا بالكوره ويبنوا هجمه على غرار ان هم لعيبه من برشلونه يعني، عندهم ازاي الجود باص والاربعه ضد اثنين، عندهم الحته الاوروبيه شويه الاحترافيه دي عاليه عندهم، مع ان امكانياتهم ما تقدرش تقللهم للاداء اللي هو ده، لو عمل كده بيخلي فرانك كوم وكوليبالي بينزلوا له تحت قوي، وده اللي انا اتمناه ان هو ينزل لتحت قوي، ان يكون شغله الشاغل ان هو ازاي يريح الديفندر بتاعه، خاصه في مصر هنا في ال 90 دقيقه الاولانيه. كل ده احنا كل السرعات اللي عندك احمد فتحي واذا كان اتفضل ايمن اشرف هيبقى الباك ليفت بتاعنا، او ما اعرفش هو هيشتغل بمين بعد مباراه الوصل، في شكل هيتغير بعوده سعد سمير على اعتقد، هيبقى برده ايمن اشرف هو الباك ليفت. فعندك انت الشكل الفردي اللي هيبقى موجود بالنسبه للاطراف عندنا لازم يقابل بزياده عدديه جوه ال 18 عندنا، ما عندناش حلول غير كده كام سنه يعني، ما عندناش حلول غير ان احنا اعصابنا تبقى سليمه جدا في استغلال كل فرصه بتجيلنا اللي هي بتبقى اكيد. انا في ماتشات زي دي انت عارف الكور العرضيه بتترد على ال 18، لازم الاقي الشويط بتاعي اللي هو بيقدر يرد الكره تاني تقدر تبقى هدف. اسامه انا شايفه دلوقتي بيجيب كره من بره من 18، عنده الفكر ان هو ازاي يصوب الملعب بتاعنا. ان شاء الله النجيله بتاعتنا بتساعدنا ان شاء الله احنا في التصويبات في ال 1 2 في حاله، يعني عايز اقول نعمل خلل للدفاعات بتاعتهم تخليهم ما يفكروش قد ايه ان هم دخلوا المباراه متاخرين قبل ما يقولوا احنا هنبني النهارده ونخطف النادي الاهلي، مش عايزين اللغه دي تحصل تاني باذن الله. طيب معانا واحد طبعا من نجوم برضو الترجي التونسي ونجم الكره التونسيه وجدي بوعزي. مساء الفل يا كابتن وجدي واهلا بك على قناه الاهلي. مساء الخير، مساء الخيرات، مرحبا كابتن وجدي، خد كل الخطه بتاعتي يعني. تحياتي ليك بالتاكيد، وبكرر الترحيب بحضرتك مره ثانيه. واحد من الناس اللي شهدت لقاءات الاهلي وكانت موجوده في فتره من الفترات بشكل كبير جدا، حابب تقولي على اللقاء قبل ما اسالك في التفاصيل يا كابتن وجدي؟ يعني انا بتصور انه بسيط امتع اقوى احسن من فاينل يجمع الترجي التونسي والاهلي المصري، اثنين من اقوى واعرق الفرق الافريقيه، يعني خاصه في المواسم الاخيره في متعه ما بين الفريقين، مقابله في دار الحسم من الفريقين ان شاء الله والاجدر ان شاء الرحمن. هي فرقتين طبعا هم الاقوى رقميا في الثمان سنين اللي فاتت، لكن هسالك حضرتك تحديدا او شخصيا، يمكن انت كنت موجود في نهايه 2012 ودلوقتي احنا في 2018، كنت موجود وشاركت حتى في اللقاء اللي كان هناك، هل في اختلاف ما بين المواجهتين ما بين 2012 و 2018 من وجهه نظرك، وايه هو الاختلاف؟ اكيد اكيد، يعني 6 أو 7 سنوات بتفرق كثير وتغير كثير من الاشياء بالنسبه للفرق مثل الاهلي، يعني مثل الترجي. انا شخصيا فزت بالشامبيونز ليج 2011 قدام الوداد، مظبوط ضد الوداد المصري، وكنت اخترت للاسف الشامبيونز ليج 2012 ضد الاهلي المصري. يعني نتفكر شويه انه كانت مقابله، وقدمنا مقابله واداء ممتاز في استاد برج العرب في مصر. صحيح، يعني الامور الذهنيه ممكن في مقابله الاياب صعبت علينا شويه، خاصه انه اخترنا 3 لاعبين اساسيين ورق كروت صفراء، هاريسون عفول وسامح الدربالي، وقتها عندنا اصابه المجدي تراوي مقابل الثياب. الاهلي المصري مقابل الثياب كان مركز فيما يلزم، اهلي فريق ممتاز، فريق عريق، فريق يعرف يسافر. بالنسبه للترجي 2012 وترجي 2018 كثير من الاشياء تغيرت، خاصه من لاعبين كنا 2012 نملك كثير من اللاعبين الممتازين، كثير من اللاعبين كبار. الترجي يعني الحين 2018 مركز على الامور الجماعيه واللعبه الجماعيه، ما فيش فرديات كبار في الترجي الحين، يعني قوه فريق الترجي في اللحمه والنفس، نفس المجموعه، يعني خاصه بالروح الجديده والبصمه الجديده مع المدرب وعين الثعبان. الاهلي المصري يعني مش الاهلي 2012، يعني انا حقيقه كنت العب ضد نجوم كبار في الاهلي، احمد فتحي، سيد معوض، وائل جمعه، عماد متعب، حسين غالي، يعني اسماء كبار وكبار جدا. الاهلي اللاعبين الموجودين فيه الحين يعني هم لعيبه كبار، الاهلي يبقى الاهلي، الاهلي يبقى
يعني نجم نقوله الاهلي هو ريال مدريد في الكره الافريقيه يعني متوج كثير، ترجي هو يوفي الكره الافريقيه، ترجي وصل العديد من المرات للنهائيات، لكن ترجي وصل 5 مرات للنهائيات يعني وخسر 4 نهائيات. تتغير برشا حاجات. ترجي يعني سيناريو 2012 قاعد في الذهن، قاعد في الاذهان انه ترجي ما يكفيه انه يقوم مقابله كبيره في مصر، في 90 ثقه ثانيه في تونس. صحيح. ممكن حتى تغير بعض الاشياء. طيب يعني انت واحد من الناس اللي هي خدت الترجي تقريبا في تاريخه كله، خد لقبين، لقب 94 ولقب 2011 مظبوط، فانت واخد 50% من القاب القاريه الخاصه بدوري ابطال افريقيا بالنسبه للترجي التونسي. من خلال خبرتك وتواجدك في الكره التونسيه وطبعا وتعاملك مع الكره التونسيه، يعني طبعا كابتن معين الشعباني هو طبعا واحد من الناس اللي بنحترمها ونقدرها، لكن دي مواجهه في نهائي افريقيا، شايف ان الضغوط ممكن تمثل له عائق او تكون ضغط عليه في لقاء هو الأهم في القارة الإفريقية، ولا هيتعامل مع اللقاء من وجهة نظرك إزاي؟ أكيد جدا. معين الشعباني مدرب شاب، معين الشعباني مدرب كان كسب ثقة رئيس النادي حمدي المتف، وكسب ثقة الإدارة، وكسب ثقة الجماهير في تونس، يعني عنده بس ممكن شهر أو 5 أسابيع كسب الثقة هذه. كان مدرب اسمه خالد بن يحيى، درب في الفريق، بعدين حكمت وحنكت إدارة الترجي، ما لو ما عينت حتى مدرب جديد يعني باش ما يصيرش حتى ارتباك او ارباك للمجموعة، استعملت الاستمرارية وخلت الاستمرارية لأنه معين شعباني أكثر مدرب متعايش معاهم يعني متعايش معاهم ويعرف كواليس النادي ويعرف الكبيرة والصغيرة خاصة في الوقت الراهن. أكيد مقابلة مصيرية للنادي، خاصة النادي بدأ يحتفل، بدأ في الاحتفالات وبدأ في تحضير الاحتفالات للمئوية. مئوية. أكيد إنه ممكن معين شعباني عليه ضغط كبير. معين شعباني ليس يعني مش متعود، ليس متعود على مثل هذه المباريات الكبيرة كمدرب، لأنه في بداية المباراة مع ترجي، لكن سلاح ذو حدين. معين شعباني قادر إنه يكون يدخل للتاريخ من أوسع وأكبر الأبواب، لأنه كثير من الأمثلة يعني كنا نتذكر 2015 وثق فيه يوم اللي فاز بالتشامبيونز ليج. صحيح. كان مدرب خير الدين مصري. كان لسه كان تقريبا في نفس العمر كده، تقريبا كان في نفس العمر. نفس العمر ونفس العمر ونفس الاسلوب ونفس الفتره. ان شاء الله الرحمن، احنا انت عارف يا كابتن وجدي احنا نتمنى له كل خير، بس بعد لقائنا يعني بعد لقائنا نتمنى له كل خير. طيب كابتن وجدي برضه بخبرتك وتعاملك مع الكره التونسيه وخبرتك تحديدا مع الترجي التونسي، بحاله هيثم الجويني في الوقت الحالي وحاله طه ياسين الخنيسي، لو انت مسؤول في فرقه الترجي تبدا بمين؟ بطه ولا بهيثم؟ الارقام تقول انه المهاجم الاول في الترجي هو حقيقه طه ياسين الخميسي، لكن طه ياسين الخميسي وهدف التمديد، هدف الترجي التمديد العام الفارق للحين ما سجل ولا هدف. يعني ممكن فتره الشك وفتره الفراغ عن طه ياسين الخميسي، ما زالت تطولت معاه هذه الفتره، لكن معين الشعباني بالتغيير اللي قام به في المقابلة الأخيرة بإخراج طه ياسين الخميسي وإدخال هيثم الجويني إنه كان مفتاح من مفاتيح اللعب، مفتاح كبير من التأهل، وكان عنده نسبة كبيرة من التأهل الترجي. أنا أتصور إنه معين الشعباني يبدأ المقابلة بهيثم الجويني. أنا رأيي الشخصي، لو كنت مكان معين كنت كملت ثقة لهيثم الجويني وخليته هو يبدا المقابله، لانه وزنه كبير على دفاع الاهلي، وممكن بعدين يصير تغيير الدخول مع الحركيه الكبيره اللي اعطاها ياسين الخنيسي، ممكن بعدين في وقت ثاني لو تغيرت المعطيات واساليب التكتيكيه ممكن يشارك في شوط ثاني طه ياسين الخنيسي. طب اخر سؤال بالنسبه كابتن وجدي لتشكيله الترجي، مثلا لو في الحاله اللي هو فيها محمد علي اليعقوبي واحرزوا هدف في مباراه اول اغسطس، تدفع بيه وتستمر بيه ولا ترجع خليل شمامي او خليل شمام مع احتفاظ ايمن بن محمد بمستوى العالي؟ لا اكيد طبعا خليل شمام يعني لاعب 4 نهائيات شارك هذا النهائي الرابع في الشامبيونز ليج، خليل شمام احد عناصر الخبره، خليل شمام هو اللي كان عنده
نسبه كبيره من ترشح حتى رجي نتذكروا الورقه الحمراء في لقاء الذهاب حصل عليها خالد الشمام اللي يعني لو فاز في المقابله ذيك بريميرو دي اغوستو بهدفين لصفر خالد الشمام مهاجم داخل فيس تو فيس مع الحارس خالد الشمام ارتكب الخطا وضحى بنفسه ورقه حمراء طبعا ما تزودش الفارق عشان الفارق ما تزودش الفارق بالظبط يعني الترجي سهل عليه مقابله دياب وترشح خالد الشمام مفتاح كبير من مفاتيح الترجي خالد الشمام فرض الترجي فوق الميدان وخارج الميدان يعني خاصه ذهنيا خالد الشمام او سامح الدربالي او معز السيفيه الحارس هما عناصر الخبره يعني نتصور ان خالد الشمام هو اول عنصر يكون موجود في دفاع الترجي وكون باش يكون يعاقب شمس الدين فواز اكيد هذوما اقرب اثنين في محور الترجي. طيب انا تشكيله سيد عبد الحفيظ اللي هقولها ولو قول لي في اختلاف ولا لا يبقى سامح الدربالي شمس الدين الزوادي خليل شمام ايمن بن محمد كلوبالي وكومب وجلالي وعندك انيس خليل الشعلالي وعندك انيس البدري ويوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي او هيثم الجويني عندك اختلاف في اللي انا قلته في عنصر من عناصر التشكيله ولا كله تمام كده؟ يعني بالضبط شو اذا كنت تحكي على المقابل تحكي على فرق كنت الترجي والاهلي يعني كل شيء اصبح معروف طبعا معروف اوكي شيء مكشوف خاصه حتى المدرب صحيح المدرب بين عشيه وضعاف قبل شيء غير يعني صحيح الترجي كتاب مفتوح والاهلي كتاب مفتوح خلاص وخصوصا في المواجهات الاخيره كمان يا كابتن وجدي خلاص بقى الموضوع بقى منتهي ده حتى على المستوى الاعلامي بقى عارفين مين هنا ومين هنا كابتن وجدي اتمنى تزورنا ان شاء الله الرحمن وتنورنا في قناه الاهلي في يوم من الايام باذن الله انا موجود ومشكورين شكرا يا حبيبي انا اتشرف فيكم واحنا كمان يا كابتن وجدي متشكر جدا شكرا جزيلا لحضرتك اتفضل يا كابتن شيرين ولبنا التشكيله عرفنا التشكيله انا هقول لك على حاجه انا مش تلميذ لا خلاص الترجي والاهلي كتابين مفتوحين بص احنا بنلعب فرقه محترمه جدا الحقيقه فرقه الترجي يعني مع تحليل كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه شكلهم احترافي كبير جدا يعني يقدروا يلعبوا في اي حته في اوروبا الحقيقه في اي حته في العالم يعني انما شكل الملعب عندنا احنا بالجماهير الكبيره بالبتاع ده ملعبنا ده يومنا الروح اللي هي بتبقى انت نازل بيها في المنبثه من اللعيبه بتاعتك حاسين قد ايه الكيان اللي قال عليه كابتن اسامه النهارده انا بضيف لنفسي الطوله النهارده انا بضيف لنفسي وبريح نفسي في المباراه اللي بعد كده مش عايزين نفضل بنلعب على الضغط النفسي على طول يعني مش زي كل مره نتعادل 2-2 1-1 او نتاخر في المباراه دي وبعدين نروح نعوض في المباراه الجايه الظروف زي ما انت نوهت وقلت قبل كده وانا معاك برضو وكلنا كنا معاك الظروف مش زي ما احنا متخيلينها الترجي التونسي المره دي مش هيبقى سهل المنال اقوى واشرس لازم عشان تكسب البطوله دي ربنا وصلنا بهذا الشكل الجميل ان احنا نوصل ونتعافى ونقف الوقفه دي قدام الترجي بس الظروف كلها لابد ان نساعد انفسنا كلنا اللعيبه كلها والجهاز الفني لازم تريح اللعيبه كده نفسيا وعصبيا ينزلوا الماتش ده عندهم الفنيات العاليه بتاعهم تطلع في الملعب يعني ما حدش يبخل على نفسه بانطلاقات بتغطيه بلعيب وقع يبقى يلعب مكانه يضحي بشويه سبرنتات زياده بتاع كل اللي احنا عملناه ريحنا اللعيبه المهمه اللي هو ازارو ووليد سليمان وضحينا بماتش الوصال الوصل الاماراتي لتكيف في حاله افريقيا اهلي افريقيا اهلي فافريقيا اهلي دي باذن الله مع اللعيبه اللي احنا شايفينها المحترمين بتوع الترجي دول ما فيش حاجه بتدوب الحديد في الملعب غير الروح روح الفانيلا الحمراء والتكاتف كل اللعيبه مع بعض في جميع الخطوط والتقارب هو ده المفتاح يا كابتن سيد وانت عارف واكيد انت كنت بتقول الكلام ده قبل ما اللعيبه بتنزل بخمس دقائق الملعب فبنتمناها ان شاء الله ان كل اللعيبه ايديهم في ايدين بعض متكاتفين واثقين في امكانيات بعض مفيش حد يلوم التاني على اي خطا او اي حاجه دي 90 دقيقه بيحصل فيها كل حاجه التركيز الشامل ازاي نوصل لمنطقه 18 بتاعه الترجي والجماهير تشحننا على طول ان احنا كره ما بنمسكها في رجلينا ان احنا الاحسن باذن الله واحنا ناقل الحركه وعدم يعني دخول الميز باص الكتير قوي في الملعب ده اللي هيسمح للتواجد بتاع فرقه الترجي قدامنا انما احنا طول ما احنا بنباص كويس وماسكين واعصابنا كويسه باذن الله الغلبه هتكون لينا في اول 45 دقيقه طيب اعرف منك القوه والضعف في الترجي يا كابتن اسامه من وجهه نظرك انت بس بعد ما نروح للتقرير ده الخاص بحسام عاشور قائد النادي الاهلي في نطري القعده شويه قبل ما اسمع نقاط الضعف والقوه من كابتن اسامه واحنا في الناشئين اسمع ده يا كابتن شريف
واحنا في الناشئين كان عندنا واحد يعني نيجي بدري انت فاكر راجل بتاع السندوتشات عارفه طبعا يعمل لنا سندوتشات حلاوه وجبنه وبتاع وكنا كنا عايشين ايه بره البيت على طول يعني فناكل وبعد التمرين يبقى في اكل النادي يعمل لنا وجبه جماعيه يا اما بنروح ناكل في اي مكان كده وماشيين زي الفل فلينا واحد صاحبنا كده جه في يوم كل يوم بياكل معانا يعني غدا وعشاء كل يوم غدا وعشاء ما بياكلش في بيتهم خالص جه في يوم كده جاله تسمم غاب يوم اتنين فجاله تسمم فلينا واحد صاحبنا اسمه اشرف قال له انت ايه اكلت ايه قال له ده انا اكلت في البيت قال هو ده اللي ما كنت ماشي كويس غيرت المكان كان ماشي كويس تاكل يا ابني كل يوم بره البيت كويس قول لنا يا كابتن اسامه نقاط الضعف والقوه بص يا كابتن سيد دلوقتي عندك الاهلي والترجي خلاص كتابين مفتوحين لبعض يعني ما حدش هيخبي طريقه اللعب او حتى التشكيله ممكن يبقى الاختلاف في عنصر في الاهلي او عنصر في الترجي يعني هي التشكيله اللي انت قلتها كلها هي اللي هيبتدي بيها معين الشعبان الخطوره منين او الضعف منين يا كابتن مسلم بص الضعف اول حاجه زي ما احنا قلنا اول حاجه معين الشعباني قلنا زي ما اتكلمنا خبراته قليله وخاصه التعامل مع المباريات النهائيه والمباريات الكبيره وهو لسه ما دخلش في معترك نهائي كبير عليه ضغوطات وعليه تفاصيل والكلام ده يعني زي ما اللعيب بيجي له فرصه ليه طموحات طبعا لا بيجي له فرصه ان هو يبقى مولد مدرب خلي بالك ما برضه النهارده التفاصيل الصغيره في المباريات النهائيه مهمه جدا اللي يعرفها لازم يبقى عنده خبرات طبعا هو عنده خبرات اوريدي هو كان راجل التاني مع البنزرتي ومع خالد بن يحيى لكن الضغوطات المرانيه دي مهمه جدا الحاجه الثانيه اقول لحراسه المرمى معز بن الشريفيه ورامي الجريدي دول عوامل ممكن نقدر نشتغل عليها الاثنين يعني حراسه المرمى في الترجي بتمر بظروف صعبه ممكن نشتغل انا يعني اعتقد ان هو ممكن يبدا بمعز بن شريفيه وانا معاك خاصه ان هو ممكن يعتمد في المباراه النهائيه على عناصر الخبره فعناصر الخبره ضغط عليه في رامي ضغط عليه على رامي جامد جدا فهو قال لهم لا انا بنسنده وواقف في ظهره بس انا اعتقد مدرب جديد وصغير في السن مع ضغط اعلاميه هيحسبها حسابات شخصيه أيوه. لو عانيت الاعلام او الجماهير طب. هناك ما هي بقى الضغوطات الشخصيه بتبان هنا النهارده بنقول لك ممكن يجي يعتمد على معز بن شريفيه، معز بن شريفيه في الهدف الاولاني يا كابتن شريف اللي احرزه وليد ازارو المباراه اللي انتهت فوز الاهلي 1-0 هناك كان هو يتحمل نسبه كبيره جدا من الهدف اللي احنا كسبنا في ده في والهدفين بتاع اول اغسطس واول اغسطس برضه. لا ده كان رامي الجريد انا بتكلم على معز بن شريفيه معز بن شريفيه في هدف وليد ازارو. عندك برضه نقطه ضعف مهمه جدا في الترجي خط ظهره. خط ظهره يتمثل في شمس الدين الزوادي وهيلعب بقى خليل الشمامي عندهم بطء في الحته دي فالترجي بيعوض البطء اللي عندهم في ايه بقى؟ النهارده هو ما بيطلعش بالفرقه عشان يخلق المساحات اللي ممكن يشتغل فيها وليد ازارو او وليد سليمان او الناس اللي عندها سرعات هو دايما بيرجع ورا 18 دايما بيقفل عمق الملعب فالنهارده بتلاقي سامح الدربالي وايمن محمد مع شمس الدين الزوادي مع خليل الشمامي قافلين قلب الملعب دايما بيسيب الاطراف بره فدي بقى برضو نقطه قوه ممكن الاهلي ان شاء الله يشتغل فيها الناس اللي تلعب سواء بقى حمودي ميدو جابر اسلام محارب ممكن وليد ازارو يشتغل فيها في المساحه دي فدي نقطه ضعف برضو النهارده سامح الدربالي هو باك هجومي عنده المواصفات الهجوميه زي معلول بيتميز في الناحيه الهجوميه بيعمل لك مفتاح هجومي قوي جدا لكن في الناحيه الدفاعيه كان بيغطيه حسام عاشور سامح الدربالي في الناحيه الدفاعيه مش زي الناحيه الهجوميه فده ممكن تقدر تشتغل في ناحيه سامح الدربالي. عندك نقطه مهمه جدا ممكن تبني عليها في الماتش الثاني في بدايه الماتش الاولاني يا كابتن شريف هي الانذارات اللي عندهم. عنده في عناصر قوه زي كولوبالي فرانك كوم وعندك غيلاني شعلاني وعلى ما اعتقد هم اربعه مش ثلاثه. لا ثلاثه عندهم ثلاثه. ثلاثه؟ عندهم ثلاثه عندهم انذارات كابتن اسامه كان بيتكلم على الثلاثه اللي عندهم انذارات يا كابتن سامح. فلا ثلاثة ده طبعا اللقاء النهائي الشهير طبعا ما بين الاهلي والترجي دي نقطة مهمة جدا النهارده برضه هو ممكن يدخل اكيد هيلعبوا كل كتب لكن ممكن يبقى في تحفظ في الكلام ده كله النهارده ممكن مهارة وليد سليمان مهارة حمودي اسلام محارب تقدر تخلق بقى ان النهارده التعامل مع فرانك كوم وكلوبالي ممكن ياخد الانذار الثاني هم الثلاثة دول يا كابتن هما الثلاثة عندك كوم زي ما انت قلت والشعلالي وشمس الدين الزوادي دول ثلاثة كمان أعمدة رئيسية في فريق الترجي في النهارده يعني فرانك كوم وجان شعلاني وشمس الدين الزوادي فالنهارده عناصر مهمه جدا وعناصر اساسيه النهارده لما تقدر تشتغل على النقطه دي ويعني بلغه الكوره تديله انذار الثاني تقدر تعطله وتغير حسابات المدير الفني عنده بقى يعني مراكز قوه جامده جدا لازم النادي الاهلي يخلي باله منها لازم اللعيبه تركز فيها كويس عنده الخط الامامي الهجومي اللي بيتمثل في طه الخنيسي
بيتمثل في انيس البدري ويوسف البلايلي الثلاثه الهجومي، وبيضاف اليهم غيلان الشعلان اللي بيجي من تحت دايما، الارتكاز والوقفه بتبقى الكلوبالي وفرانك كوم هم اللي بيغطوا خط ظهرهم، لكن النواحي الهجوميه لطال خنيسي. وانا اعتقد برضه كابتن سيد انه هيبتدي في الهجوم بطال خنيسي زي ما قلنا، هو محتاج للعناصر الخبرات اللي تتمثل في طال خنيسي. هيثم الجويني دايما بتبقى معاه ورقه رابحه قاعد معاه بره، ممكن في اي وقت يتم الدفع بيه يقدر يغيره المباراه. فعلى ما اعتقد هو ممكن يقسم المباراه ما بين طال خنيسي في البدايه وهيثم الجويني لو احتاج. هي دي عناصر القوه، لازم النادي الاهلي خلي بالك من النقطه دي جد مهمه جدا يا كابتن سيد، خاصه في مباراه النهائي لازم النادي الاهلي. لو احنا رجعنا للاسف لرقم سلبي خلال الاربع مباريات اللي فاتت للنادي الاهلي، بدايه من مباراه الاتحاد السكندري اربع اهداف، مباراه الترسانه هدفين، مباراه وفاق سطيف هدفين، مباراه الوصل هدفين، عشر. يعني تتكلم في اربع مباريات 10 اهداف. مباراه النهائيه ما ينفعش. صحيح. النهارده انا اكسب 1-0 هنا عندي في 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 مصر افضل ما يبقى عندي 1-1 ولا 2-1، لا بس هم مزاجك يا كابتن اسامه ظن. الترجي ما فيش ماتش بيلعبوه غير ما بيخش قليل قوي لما ما بيدخلش. قلت معلومه في وانا بشرح الحاجات يا اسامه كابتن شريف خطيره جدا. ده جايب فيه 8 اهداف، 7 على ارضه. 7 على ارضه. 7 على ارضه. انت عارف دي بقى ظهرت ليه يا كابتن سيد؟ النقطه اللي انت بتتكلم فيها ان هو بيبدا يهاجم، عنده ضعف في خط الظهر بتاعه بيتمثل في شمس الزوادي وفي خيل شمال. سرعات بقى السرعات بتظهر، شفناها في اول اغسطس. خلي بالك اول اغسطس في فرصة جت لما كانت فاول راجل عملها ودخلها التاني بدماغه في ال 18، راجل لو كتمها ببطن رجله كانت قتلت المباراة، كانت فرصة خطيرة جدا. وجابوا جول أصلا برضه. وجول طبعا الحكم التحكيم الأفريقي، لكن هو عندهم يعني بتبان في خط ظهرهم. النهاردة النادي الأهلي مهم جدا إن أيمن أشرف لازم يشتغل في الناحية الهجومية. مهم جدا أحمد فتحي أو الناس اللي بتلعب قدام أحمد فتحي لازم أشتغل في الناحية الهجومية. الوقفة الدفاعية النهاردة مهمة جدا. النهاردة ما ينفعش عندي الباكين بتوع النادي الاهلي ابقى طايرين يا كابتن شريف، لازم واحد لو احمد فتحي طالع لازم ايمن اشرف واقف، لازم يبقى عندي الزياده العدديه في الناحيه الدفاعيه. اصلا انت ايمن اشرف عندك هنيش البدري ده هيبقى موقفه. صحيح. طب. في حسابات في توازن دفاعي وهجومي. صحيح. والراجل كوليبالي ده الناحيه الثانيه، وانا بتمنى زي ما قالت سيد عبد العفيف ان كوليبالي ده يبقى حالته البدنيه خدت اول ثلث ساعه والضغط عليه ويقع مننا في الحكايه ده. يا الراجل اللي جنبه ده يبقى متحسس انه مش عايز انذار او اي حاجه، فرانك كوم ده او الناحيه الشمال في الدربان وليد لو سامح. وليد لو اشتغل معاه ممكن يديله انذار. الناس دي ممكن وليد عدى من واحد ثاني خده من ورا تيك انذار، مش هتلاقيه الماتش اللي بعده. هيحصل التوتر اللي احنا عشان كده احنا بنحل الطلاسم اللي هي موجوده عندهم بالسرعات عندنا بالضغط عليهم. اي فرقه في شمال افريقيا كابتن سيد بتضغط عليه زي ما انت رحت اتخدت منه البطوله كذا مره هناك. صحيح. اول ما لعبتنا بتضغط عليه من ايام حسام غالي ما جاب بفرقته دي، وتاخد منهم الكوره، بتاخد منهم الملعب. انت كمان لما بيبقى عندك بتبقى حاسس انك متاخر او حاسس انك مضغوط بتنزل بتدي كل قوتك. فدي كيفيه اللعيبه بتاعتنا ان احنا ازاي الشكل اللي هم بيلعبونا هجوم احنا هنا. طب ما تكلمني عليه بالتفصيل بس بعد ما اخد شويه رسائل كده، لان انا اتاخرت عليهم بعد اذنك. يلا بينا نسمع. لان انا اتاخرت عليهم كمان يعني، فانا اسف جدا لان هم يعني متابعينا جدا، فضروري جدا ان احنا نشوف بيقولوا ايه. محمد وليد بيقول مساء الخير يا كابتن سيد، اولا كل سنه وانت طيب وكابتن الخطيب بخير، عيد ميلاد كابتن الخطيب النهارده يا اسامه. كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود من اول حلقه. كل سنه طيب يا كابتن بيبو. ده محمد وليد. مصطفى بيقول الحاوي وليد سليمان، هو احنا كنا قلنا سؤال مين لاعب الشهر والنهارده وبكره ده الحاوي وليد سليمان، وتحياتي ليك يا كابتن سيد وافريقيا الاهلي باذن الله. ابو عمار الحاوي بلا منازع كابتن سيد. ابو شنوده ايمن مساء الخير يا كابتن سيد، الاهلي يكسب 2-0 وكل سنه وانت طيب وكابتن محمود طيب ربنا يخليك. علي ابو عز ابو عباد اكيد طبعا كابتن وليد سليمان. الحاوي طبعا ده اسلام الحاوي طبعا ان شاء الله الاهلي يكسب وكلمه سر وليد وليد سليمان. مينا بيقول الحاوي وليد سليمان. عادل بيقول الحاوي وليد سليمان. وكيرولوس بيقول انا بحبك قوي يا سيد بس انا ببعت لك ما بتردش. لا يا كيرولوس انت فوق دماغي من فوق. مساء الخير يا عم كيرولوس. مساء الفل. ايه يا عم مساء الفل اهو كده كويس عوضتك يا عم. شريف بيقول يا كابتن سيد عايزين بس يعني على اليوتيوب دي خاصه باداره القناه هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. احمد محمد بس في بس على القناه، في بس للقناه على طول بتتعاد. لا مش بتتعاد، في بس مباشر للقناه. للقناه بتتعاد. اي حاجه بتيجي بتتعاد بتقدر تشوفها بعد كده. لا مباشر يعني واحنا شغالين. احنا شغالين. لا اعتقد بعدها بشويه. طب هنشوف بقى دي انا ما اعرفهاش الحقيقه. احمد محمد الحاوي وليد سليمان اكيد. امين تحياتي ليك يا كابتن سيد ولضيوفك الكرام. وليد سليمان اكيد. احمد شحته اكيد وليد سليمان. ابو عمار مساء الفل يا كابتن سيد وليد سليمان بالتاكيد.
طيب جمال مشالي بيقول مفيش وقت، دي مش جايزة، هي مش جايزة، هي اختيار. أبو عمار البنا، الحقيقة وليد سليمان أحمد، السلام عليكم، الإجابة وربنا يحميه ويحفظه وليد سليمان. حسين البرنس، أبو عبد الله، وليد سليمان، أبو حبيبة، أكيد الحقيقة وليد سليمان. محمد طبعا ومسا عليك كابتن السيد، وكل تحية وتقدير ليك، ربنا يخليك. أوكي أوكي أوكي. محمد إسماعيل، أحلى برنامج، الله يخليك أبو حميد، الله يخليك. مرنا خالد، وليد سليمان، زوزو، بس بقى يعني ايه مرنا، مش عارف تمسيدين على ايه. ازارو ازارو اللي هيكسبنا الماتش يا جماعه، ما عادش بيجيب. انت بتجيب من الاخر انت. عبد الله الصانع ما قالش حاجه، هو راسم حاجه. اسلام نعيم الحاوي، اسلام نعيم برضو الحاوي. جورج بيقول وليد سليمان. اوكي. ريهام بتقول الحاوي وليد سليمان. انا اسف طبعا، يعني النهارده اوعدكم بكره ان شاء الرحمن، ان شاء الرحمن. هي ناقصاكي مراتي بعت لي كيكه. مساء الفل. لا بقول لك ايه، مساء الفل، ايه اللي دي كل يقف عند دي. لا كيكه حلوه ان شاء الله. اتفضل يا ابو كابتن. لا نكمل انا وكابتن اسامه مع بعض قصه ازاي هم بيلعبونا بثلاثه يا كابتن. احنا كمان نلعبهم ازاي بقى يا كابتن؟ ما هو قصه ان انت النهارده ناس عايزه تعطل لك الاطراف بتاعتك، وناس فاهمينك كويس قوي. فعندهم كمان من اللعيبه المتفوقه بتاعتهم هو النص الهجومي بتاعهم من تحت، من عند فرانك كوم وكوليبالي وشعلاني، دول اللي بيبنوا اي حاجات للبدري والبلايلي وطار خنيسي والسويتشات والعين. ففي ضغط علينا احنا، فاحنا عايزين يبقى عندنا نفس الشكل ده. تاكل من الكيكه دي؟ انا نفسي اكل في اي حاجه بصراحه. احنا عايزين بس ناكل جولين في الترجي في اول ثلث ساعه ان شاء الله، يمكن هدف. انا عايز اطلع المباراه واروح تونس. طب خلي بالك يا كابتن، كسبان 2-0. طب عن ايه؟ عن الدعم الهجومي. انت حبيبي وكل حاجه، بس تعالى نختلف شويه مع بعض. انت عارف ان حبيبي هو الاختلاف صحي. انا اشوف يعني المباراه النهائيه لو ما كسبتش ما خسرش، ما يجيش في الجول، ولو ما تعادلتش سلبي ما تعادلش ايجابي. مظبوط. يعني يبقى عندي الفرصه هناك. عندي دايما الفرصه. ليه بقى؟ لان انا دايما بفكر بعقليه ممكن تكون مختلفه شويه. يعني ممكن اكسب مثلا 1-0 واروح هناك في اول 5 دقايق يبقى تعادل لي اسامه. يعني انا عايز ايه يا كابتن اسامه؟ يعني ما اخشش اقول ايه 2-0 و3-0 وشغل السبعينات والثمانينات ده. انا ما يعني انا معلش مع احترامي الكامل لكل الاراء اللي بتقول كده، بس انت في 2018 تكسب بره ارضك ما فيش مشكله، لكن ما تصعبش الدنيا عليك تخسر لا قدر الله مثلا هنا مثلا يعني بنتيجه، فتلاقي الدنيا هناك بقت صعبه عليك قوي وفتحت خطوطك. كابتن سيد، قبل ما نروح لكابتن اسامه، الناس طمعانه فينا قوي. الناس اي فرقه بتلعبك هنا بقت طمعانه فيك قوي. بقت زي ما انت قلت الفرقتين بقوا مفتوحين على بعض، مقريين قوي، كويس قوي. الغيابات اللي عندك حتى هم بس مش عارفين انت هتنزل بأني تيم دلوقتي، لان بعض الناس اللي هي كانت مصابه رجعت تاني. انت عملت ارتياحيه شويه وعملت استشفاء لبعض اللاعبين في مباراه الوصل الاماراتي، اللي هم هيبصوا عليها ويشوفوا انت بتلعب ازاي، شافوا جرأه الوصل الاماراتي عليك، فبيحاولوا ان هم هينفذوا زي الوصل الاماراتي. ما هو الوصل الاماراتي راح وسجل هدفين بس، مش ده الفريق ودول اللعيبه اللي هم انت هتقابلهم في مباراه الاهلي دي. فانا كل اللي انا عايز اديك الاحساس بس ان انا احسس الاوبوننت وانا بلعبه ان انا عندي الانياب الهجوميه. مش هيبقى عندي لغه وليد ازارو، الا اما هنشتغل بقى بحمودي ويسقط تاني وليد سليمان اللي بيسرق ويروح من جوه 18، وده تريك مش غلط، او الفرقه بتمشي من ناحيه تانيه وبنعمل العكسيه لاحمد فتحي اللي بيمشي من ناحيه تانيه ويعمل العرضيه اللي هي لازم تقابل برده بعض اللعيبه اللي بتخش جوه. بس انت عندك واحد زي اسلام محارب مش موجود، عندك نوعيات من اللعيبه اللي انا بس رجع اسلام رجع خلاص وبقى سليم مثلا، وان شاء الله هنشوفه من اول مباراه مثلا يا رب ده يمكن باذن الله. بس افرض مش موجود، ابقى عايز انا من اللعيبه اللي عندها الملكه دخول خط ال 18 السبورت، زياده عدديه، زياده عددية هجوميه، انياب. ده مهم جدا اللي انت بتقول، ده مهم جدا. ده هو ده ال 90 دقيقه بتوعي. يعني ولو نتذكر السنه اللي فاتت اللي جاب لنا الجون الاولاني علي معلول هناك، تمام؟ يعني تواجده في الحته ديت واللي جاب لنا الجون، وهما الاثنين مش يعني علي معلول ده باك ليفت، واللي جاب لنا الجون الثاني كان اجايب. وانت كنت قلت له وانت هم قاعدين بره قلت له اعمل كده وروح وانقل من باك ليفت الباك رايت. طب احضرنا يا اسامه كمان في اللي بيقول اهو. يا سلام عليك يا سمير، اتفضل. حبك لما تشرب قهوه بلبن كده وتبقى معانا على طول. صح، ده معز بن شريفيه. بيتحرك كتير معز، مش على فكره الجول مش وحش. انت اللي قلت له روح هناك هنا في الحته. لا طبعا، شخصيته شخصيته هو اداؤه. وعماره، يو يا عماره،
عماره ده مساعد سمير عكاش. بص اجاييه كان اجاييه كان احتياطي المباراه دي صح؟ نزل الشوط الثاني؟ نزل يعني المباراه دي يعني اديرت بشكل كويس قوي ونزل والتكمله وكان في اندفاع من فرقه الترجي عايز يعوض الهدف بتاع علي معلول وعايز يكسب فكان تغييره موفقه من اجاييه ونزل ساعد. خلي بالك برضو النهارده يا كابتن سيد مهم جدا في المباريات زي دي لازم يبقى اللعيبه عندها تركيز مليون في الميه، الهدف الفرصه بهدف. النهارده مش هتلاقي الماتشات الكبيره زي دي مش هتلاقي فرص كتير يعني مش كل خمس دقايق هتلاقي فرصه. ولنا تجربه السنه اللي فاتت يا كابتن اسامه ده احنا في الدقيقه 6 كان وليد ازارو ممكن يجيب الجون الثاني بتاع الوداد تبقى 2-0 في الدقيقه 6 والمباراه كده قفلت. طبعا خلاص قفلت. في وقت بتفتح المباراه بس النهارده اللعيب بقى شاطر ان انا استغل الفرصه دي واكون في تركيزي، اعرف ان الفرصه دي اخر فرصه عندي في المباراه، عايز اقتل بيها المباراه، ما افضلش بقى فرصه في الثانيه في الضيع، لا ده بالعكس النهارده لما بجيب فرصه بدي ثقه لنفسي وبدي ثقه لفرقتي برتاح. وبعد كده تاني حاجه لازم يبقى عندي تامين دفاعي كويس برضه ورا، لازم يبقى عندي الوقفه الصح وعندي الزياده العدديه اللي ورا ان اللي هيلعب بيها الترجي في السرعات بقى عن طريق انيس البدري او عن طريق يوسف البلايلي لازم يبقى عندي عناصر اللي بتعرف توقف اللعيبه دي وابدا اشتغل تاني نفس الشكل بتاعي زي ما الكابتن شريف قال. مهم جدا بدايه المباراه تبقى فيها القوه، لازم ادي بقى جرس انذار لفريق الترجي ان انا على ملعبي النهارده المباراه مش هتخرج المكسب. انا عايزك احنا الثلاثه كده نرجع في احسن مباراه عملناها في حياتنا قدام الفرق الكبيره جدا بننزل مش شايفينهم تلعب لعبك انت عايز شخصيتك. ايوه عايز شخصيتك بتفرضها يعني دي خبرتي ونصيحتي ليكم يعني انا بنزل مش شايف الباك اللي قدامي مش شايف الهاف اللي قدامي انا شايف استلامي للكره وشايف زميلي والوان تو والسرعه والاداء وازاي اعدي النيرف اللي هو اللي بيخليني انا فعلا متفوق على اللي قدامي مهما كانت قوته. ما انت كسبان ريال مدريد هنا بلعيب اسمه ساندي وانت كنت تلعب ريال مدريد كان وحش ولا ريال مدريد كان جاي فسحه كسبت ريال مدريد كسبنا بايرن ميونخ كسبنا فرق كبيره جدا كنا نازلين احنا بالامكانيات اللي عندنا كلها ان احنا بنادي شايفين نفسنا شايفين اسم الاهلي شايفين البطوله التاسعه شايفين الفرصه اللي احنا فيها هو دي والله العظيم ثلاث بدايات واساسيات الفوز باذن الله مش اكتر من كده. طبعا كمل يا كابتن اسامه. ما ينفعش برضه يا كابتن شريف ان حاجات الصغيره بقى ان انا انساق مثلا ورا لعيب بينرفزني ورا ما اعرفش خلاص بقى عندك خبرات بقى خلاص بقى اللي تخرجك عن تركيزك على تركيزك وخاصه انت في مباراه نهائيه لازم اكمل تركيزي لازم اكمل هدوئي لازم عندي السرعه مش التسرع في اللعب. والنادي الاهلي لازم يفرض بقى شخصيته شخصيه النادي الاهلي البطل اللي دايما عنده استحواذ في الكوره وعنده تملك الكوره في نص الملعب وهي دي اللي بتدي القوه للاعيبه النادي الاهلي. دايما وليد سليمان اللي بيعرف يربط الخطوط ما بين بعضها دايما اللي بينزل يستلم عشان يخلق الفرص لوليد ازارو وتحركاته. مباراه زي دي ما ينفعش ان انا ابخل بمجهود فيها هي انت يعني مشوار بتكلم في مشوار بطوله بعدد مباريات كتير بسفريات بتعب هو المشوار كله في 90 دقيقه على ملعب. عارف من الحاجات اللي ممكن يا كابتن شريف بيبقى لها تاثير كبير جدا جدا احداث اللقاء وظروف يعني مثلا انا افتكر كويس قوي السنه اللي فاتت مثلا وليد سليمان في مباراه الوداد وليد نزل او الشوط الثاني تحديدا خد كدمه في ظهره كبيره جدا وكنا غيرنا تقريبا تغييرتين ولا حاجه اوكي في المباراه اللي ساعدك المباراه الاولى طبعا في ظروف تساعدك صح كل شويه بيطلع في ظروف علي معلول في اخر ثانيه زي اللي حصل بالظبط في مباراه اللي اتعور فيها علي معلول في مباراه وفاق الصيف اللي هنا اخر ثانيه نفس الكلام شد فبتتاثر بيه الماتش الثاني في مباراه الترجي في حاجات كده انا احس ان هي مؤشرات تديك البطوله او لا قدر الله الدنيا تبقى بعيده شويه في اللقاء اللي هناك الثاني يا كابتن بتاع الترجي التونسي انا رحت قبل الفرقه بيومين او بثلاثه يعني قعدت حوالي بتاع 48 ساعه قبل الفرقه ما تيجي كان عندهم تقريبا تربالي خالد تربالي او حاجه مش متذكر الاسم قوي اتعور يوم الخميس المباراه كانت يوم بعد قبلها ب 48 ساعه ولا حاجه اتعور يوم الخميس وده كان الحل الوحيد في الباك رايت لان افهم اللي هو اللعيب الغني اللي هو ممكن احسن من اللعيبه كان بيلعب باك رايت وسامح التربالي كان بيلعب باك رايت فالاثنين عندهم انذارين تمام فده كمان الحل الوحيد اللي يلعب باك رايت اوكي ده اتعور فما معاش نبيل معلول ساعتها كان هو المدير الفني ما عندوش حل خالص فراح ملاعب مين بكره تخيل شمس الدين الزواني تمام فانت هجومك كله كان من الحته ديت خلي بالك النقطه دي في مباراه الترجي الاولى اللي احنا كسبناها 1-0 التفاصيل الصغيره دي سامح الدربالي على ما اعتقد اول خمس دقايق في المباراه اتعور وخرج
اللي هي الثانيه تقصد؟ لا المباراه اللي كانت اللي فاتت الاهلي والترجي اللي احنا كسبناها 1-0 وهدف الازارو. اول خمس دقايق في المباراه كان برضو اصابه سامح الدربالي. ليه سؤال ليكوا يحل لنا ان شاء الله المباراه بتاعه الترجي قبل ما نمشي بقى وكابتن سيد ونشوفك بكره باذن الله. انتوا شايفين مين اقوى، الترجي ولا وفاق سطيف؟ وجهه نظر شخصيه؟ لا الترجي، اميل للترجي. انا شايف ان احنا ندور على نفسنا، قال ما ابصش على الترجي ولا بتاع. انا عايز في حالتي وافرض شخصيتي وما ابصش على 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 المنافس. وفاق سطيف اقوى بكتير جدا، جميع الخطوط بتاعته متكامله. اللي انا عايز اقول لكم حاجه، احنا لعبنا فاق سطيف هنا في اول هاف تايم وقدرنا نوصل لفاق سطيف زي ما احنا عايزين، وقدرنا نروح وقدرنا نهدد، وكانت فرقه قويه علينا جدا وبجميع الامكانيات اللي طب معلش جالي رساله من عزيز عليا جدا طبعا كابتن خالد بيومي، في بيقول لي لا اللي لعب الماتش اللي هناك ما كانش كان ايهاب المباركي. ده تحقيقي طبعا الاول سعد لنا على الواحده مساء الفل يا كابتن خالد. مساء الفل. لا انت معاك، انت انا ما ادورش يعني، انا ممكن اكبر مع اي حد الا انت الارقام والذاكره. ان انت يا خالد مساء الفل حبيبي يا خالد. حد عايز يقول حاجه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ تحياتي لخالد بيوم. هل لديك اقوال اخرى؟ توفيق ان شاء الله. طيب كل التوفيق للاهلي النهارده. اليوم سريع جدا، ولقاءات الاهلي والترجي هي طبعا بتفرض نفسها على الساحه، لقاءات فنيه بحته يعني. كل التحيه والتقدير لشعب تونس بالكامل وخصوصا فرقه الترجي، بيننا وبينكم عشره كبيره جدا كلها خير وموده الحقيقه، ما شفناش منكم غير كل خير. وان شاء الرحمن ايا كان الفائز باللقاء فهو يستحقه عن جداره واستحقاق. على العموم تغطيه كامله من قناه الاهلي هنا ان شاء الرحمن بكره الساعه 10:30 وملعب الاهلي، وشرح تفصيلي زي اللي حصل بيه النهارده باذن الله. لكن يوم الجمعه هو يوم عالمي، يوم بالنسبه لنا يوم تاريخي، يوم افريقي خالص. من الساعه 3 تغطيه من كل مكان في مصر، وخصوصا قبل مباراه الاهلي والترجي الاولى. الساعه 3 هتبقى يوم الجمعه، لكن بكره 10:30 استنونا. تصبحوا على خير باذن الله.